العلاقة بين المواطنين الشرفاء والدولة نعرضها اليوم على مدى أكثر من 40 دقيقة في فيلم المندس، هذا في هذه الحلقة من مصر الليلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بزميلي في التقديم الزميل عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمر. أهلا زين وأهلا بعودتك. الله يكرمك، شكرا جزيلا. أما الزميل سالم المحروقي فيقرأ لنا مواجز الأخبار. أهلا سالم. أهلا بك زين وعود أحمد. الله يكرمك، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي مصر الليلة في هذا العرض الإخباري. طالبت 11 منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار يعالج تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال انعقاد دورته 26 في شهر يونيو المقبل، والتأكيد على حقه في الدعوة لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت منذ يناير 2011. وذكرت المنظمات في خطابها أن التطورات الأخيرة في مصر كشفت أن مؤسسات الدولة لا تزال تنتهك بشكل صارخ العديد من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأوصت بحث السلطات المصرية على تعديل قانون التظاهر وإطلاق سراح جميع معتقل الرأي بما في ذلك الصحفيون المصريون والأجانب مع توفير محاكمة عادلة لجميع المعتقلين. توفي المعتقل محمد عبد الله والبالغ من العمر 49 عاما في زنزانته بسجن وادي النطرون. ومن جانبها قالت اللجنة العليا لانتفاضة السجون إن عبد الله توفي إثر إصابته بذبحة صدرية عقب اعتداء قوات الأمن عليه داخل الزنزانة. وأضاف بيان للجنة أن السجن شهد احتجاجات واسعة عقب وفاة المعتقل، ما دفع قوات الأمن لإطلاق الرصاص الحي في الهواء للسيطرة على المعتقلين. وكانت قوات الأمن قد اعتادت على المعتقلين داخل سجن وادي النطرون بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام. وقال شهود عيان إن إدارة السجن قطعت المياه عن جميع الزنازين وألغت فترة التريض اليومية. يذكر أن المعتقلين في 113 مقر احتجاز قد بدأوا أمس ما سموه بانتفاضة السجون الثانية تنديدا بظروف الاعتقال واحتجاجا على الانقلاب العسكري. تأجلت حتى 14 من شهر يونيو الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت بنقابة الصيادلة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المقرر أن تنظر الجمعية في حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعبدين بفرض الحراسة على النقابة بسبب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها على حد وصف الدعوة. نهاية عرضنا الإخباري وعودة إلى الزميل زين العابدين. إليك زين. شكرا سالم. نتوقف أيضا سريعا مع الزميل عمر فياض ليعرف المشاهدون كيفية المشاركة معنا في الحوار الذي سنجريه الليلة حول مناقشة أو حول فيلم المندس والعلاقة التي يبدو أن الفيلم يؤسسها بين الدولة وبين المواطنين الشرفاء. عمر. شكرا زين. ننتظر إذن منكم مشاهدينا الكرام متابعة فيلم المندس وثم إرسال التعليقات والأراء من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة أو من خلال الدخول على كلتا صفحتي البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ننتظر الأراء بجميع توجهاتها وسنستعرضها جميعا مع الزميل زين وضيوف الكرام. إليك زين. شكرا عمر. المندس إذن هو فيلم يكشف تفاصيل وأسرارا تبث لأول مرة وتكشف عمن يقف وراء أحداث الفوضى والبلطجة التي شهدتها مصر منذ الثورة وحتى أحداث قصر الاتحادية. يكشف الفيلم حقيقة ما يسمى بالمواطنين الشرفاء ومن يقف وراءهم ويدعمهم، وهل هناك علاقة بين جهات أمنية وعسكرية بالأحداث التي وقعت في مصر في هذه الفترة؟ المندس فيلم تبث حصريا الجزيرة ومباشر مصر، قام بإنتاجه عدد من الشباب، ويحكي تجربة الشاب مهند الذي اندس في صفوف البلطجية ليرصد تحركاتهم ويصورهم بكاميرات سرية ويكشف خبايا وأسرارا تعرض لأول مرة. نتابعه ثم نناقش ما جاء فيه مع ضيوف مصر الليلة. Thank you.
انا هقول لك. هو بص عشان بس نعرف نربط دي احكي لك الحكايه. هما بداوا فين؟ هما بداوا في روكسي يوم 19 مارس بعد الاستفتاء، شرعيه ومش شرعيه ومش عارف ايه. في الوقت ده نفس المظاهرات دي بس لسبب تاني اللي هو اسفين يا ريس عشان مبارك، ده كانت في مصطفى محمود. في ايه بينهم وبين العسكري؟ هقول لك انا ايه العلاقه بينهم. اسفين يا ريس والعسكري. طيب هقول لك مين دول في عجالة. الشرطة والمواطنين الشرفاء على ما يبدو انهم من النهاردة ايد واحدة. اشتباكات بين المشاركين في الوقفة التضامنية واهالي المنطقة. تسليط جيوش البلطجية اللي هم المواطنين الشرفاء مرة اخرى على المعتصمين المتظاهرين، نحن لا نسكت عن هذا الكلام. انا اللي باخد فلوس، ها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لان رطوب مرمي من ورا هنا. الشعب المصري ساكت عليهم ليه؟ كله يشترك لازم. البداية كانت من يوم 28 يناير 2011، كان في جمعة الغضب. طبعا أنا نزلت زي أي متظاهر وقتها، معيش كاميرا معيش أي حاجة، نازلين نتظاهر بس. دي صورة صورها مصور في نيويورك تايمز، كانت متصورة في رمسيس الساعة 3 العصر. هتلاقي فيها أن أنا بالصدفة يعني ظاهر طبعا ملثم، مش ملثم يعني قافل مناخيري عن عشان الغاز. الصورة دي برضو اتصورت لي بالصدفة كانت في المصري اليوم، كان بتاريخ 1/2/2011. دي كانت قبل موقعة الجمل، وساعتها كنا يعني بنقول لمبارك ارحل، ما تورطش الجيش، ما تدخلوش في وحل ان هو يتصادم مع المتظاهرين. يعني اللي حصل ان في الاسبوع اللي قبل 8 ابريل لقينا دعوات على الانترنت ان في ضباط جيش هينزلوا الميدان هينضموا للمتظاهرين. انا من الناس اللي شجعت ده جدا، يعني احنا في الاخر كنا بنقول ان الجيش مع الشعب، فكان عادي جدا ان ينزل ضباط جيش يأيدوا الثوره، ده طبيعي جدا. كنا حوالي ايه لغايه متاخر بالليل خلاص قلنا هنعتصم، بقيت القوى السياسيه قالت لا احنا هنرجع في كلامنا، احنا مش هنعتصم. قررنا ان احنا نعتصم وحطينا الضباط في خيمه في وسط الصينيه عشان نحافظ عليهم. وبعدين جينا على الساعه 2:50 مثلا بالليل، وفي وسط ما انا نايم فلقيت حد بيصحيني بيقول لي ايه الجيش داخل. الجيش داخل يعني ايه؟ جريت بسرعه على الخيمه، وساعتها احنا ربطنا يعني الناس ربطت بعضها في بعض كده حوالين الخيمه اللي فيها الضباط. ففجاه لقيت نفسي سحبت من وسط اللي انا كنت واقف فيه واترميت بعيد اصلا عن المكان اللي انا كنت واقف فيه. وبعدين ضرب، كله بقى ضرب
اول ما تقع قوم اجري اجري اجري. فضلت اجري لغايه ما وصلت طالع بقى ناحيه عبد المنعم رياض، ميدان عبد المنعم رياض عشان اخرج. فساعتها فضلت في المرحله دي من مرحله 8 ابريل لغايه احداث العباسيه الاولى. في الفتره دي كنت انا مهمتي ان انا بتظاهر قدام وزاره الدفاع عشان نخرج الضباط من السجن. امل ان هيبقى في استجابه من خلال الوقفات دي واللي هتصمد. هيجي استجابه، هيجي بس انا هتيجي زي ما قبل كده، ما الناس كانت بتناضل وفي الاخر وصلنا لثوره. لكن دلوقتي الدنيا الناس جاهزه واهالي الضباط كلهم هنا موجودين، فيعني هتجيب نتيجة بس. لغاية لما وصلت لأحداث العباسية الأولى اللي هي كانت في 23 يوليو 2011، من بعد اليوم ده هوت قررت إن أنا كل اللي أنا عملته ده ما كانش، مش هو ده دوري الحقيقي في الصوت. دوري الحقيقي مختلف عن كده. النهارده رصدنا تاني مؤتمر هيعقد الساعة 12، واعتقد ان هو اتنفذ المؤتمر ده الحركة 6 ابريل، وقررت في هذا الاجتماع انها تتحرك الساعة 4 عصرا مرة اخرى في اتجاه المجلس العسكري مع تجميع مجموعة من البلطجية. عسكر 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 ليه؟ عسكر 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 ليه؟ حصل فينا كماشة من جيش وشرطة وبلطجية، ودي كانت أول مرة تحصل. ابتدى الناس من شباب من المنطقة وكده ابتدوا يفتعلوا خناقات مع الناس الوقت، فأنت في حاجة مش موجودة، ما أنتوا جايين في الشكل ليه؟ كان في الأحداث دي إن كل الكلام ده بقى الجيش شايفه، ده حاجة غريبة جدا، هو المفروض يفصل ما بين الناس. بيرموا من وراكم هنا يا غبيه، بيرموا من وراكم. ابتدى يبقى في ضرب من ورا الجيش، هتلاحظ حتى الضابط اللي على المدرعه قفل الباب بتاعه بحيث ان الحاجه ما تجيش عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لان رطوب مرمي من ورا هنا. احنا اللي بدانا من ضمن اللي واقفين كان العميد ممدوح ابو الخير. ليه فيديو تاني وهو بيفض اعتصام طلبة الاعلام، ده كان في 24 مارس 2011. ممدوح ابو الخير ساعتها كان عمال كل شوية يشاور لي، اول ما خب يعني اول ما اقفل الكاميرا او اجيب الكاميرا يمين يقوم عامل لي كده، يعني فلوس انت مدفوع لك، ويقعد يقول لي انت عمي. وما انا حطيت الكاميرا قدامه تاني واقول له قول اللي انت بتقول ده، هو ما يرضاش. لا لا حضرتك مش بتقول ان انا عميل، قول عايزك تقول صورك، قول اتفضل. انا عميل، انا بدفع فلوس. عرفت بقى انك مش عارف تقول حاجه. هو عرفني لان احنا كنا بنتظاهر قدام وزاره الدفاع على ضباط 8 ابريل. كان ليه موقف مع بنات كانوا واقفين معانا في المظاهره بتاعه ضباط 8 ابريل، وقعد قال لها انت عميله، كانت ساعتها في صاحبتها بتصور. على الحرام في البيت انت قبضه. خليه كويس. في اللحظه دي انا ما كنتش اعرف ان الشارع مقفول، الشارع الرئيسي اللي احنا جايين منه مقفول ببلطجيه برضه. وبعدين فجاه ظهر مع البلطجيه بقى شرطه الناحيه التانيه، فانت مش عارف تخرج. لحظه ما كده لقينا الداخلية رمت غاز بشكل كبير جدا في كل مكان، لدرجة إن الناس ما بقتش عارفة تثبت في مكانها، فكله جري، ولقينا إن باب الجامع اتفتح، فابتدينا نرجع. دلوقتي أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، إيه الكماشة اللي حصلت، طب هل دي مدبرة ولا لأ؟ ابتديت أفكر لو أنا كنت جيت بدري عن المسيرة، أو لو أنا كنت موجود الناحية التانية كنت فهمت هو القصة دي اتدبرت إزاي أو حصل فيها إيه. تطاير العديد من المستندات والأوراق التي تخص مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وقتها أنا كان معايا الكاميرا وبصور من ناحية المتظاهرين، وبعدين سمعت إن في ضرب عند مديرية أمن الجيزة. كان ساعتها المتظاهرين واقفين عند باب المديرية. ساعة
ساعتها كان الشرطه في منهم ملثمين ومعاهم رشاش رشاشات وعمالين تك 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 تك. انا كنت واقف ورا شجره من الشجر اللي على نفس خط الشرطه وهي بتضرب المتظاهرين، وصورت مشهد كان واضح جدا لضرب نار على متظاهرين. جريت بسرعه في لحظه كده وقمت جاري على الطريق وقمت داخل في وسط المتظاهرين. بعدين جالي حاله من النشوه كده ان انت ايه، ان انت صورت حاجه جامده جدا. عملت حركه غبيه جدا، وقفت في وسط المتظاهرين وقعدت اقول صورتكوا هتتفتحوا، مش عارف ايه، بصوت عالي جدا. لقيت اتنين من المتظاهرين ومعاهم واحد تالت هو ضربني من ظهري وابتدوا يضربوني ويشدوني الناحيه التانيه، فما عرفوش ياخدوا مني غير الكاميرا. كنت انا واقع ساعتها وخدوا الكاميرا دي. طبعا انا جالي حاله من الذهول لان دي كانت اول مره انسى ان انا ابدل الميموري كارد. ساعتها طبعا كل اللي انا صورته راح. طبعا انا لما قربت من الداخليه بهذا القدر الخطر عرفت ان انا اصور الانتهاك ده. فده وحالي ان انت كل ما تقرب من عدوك كل ما هتقدر تفضحه. الحاجه الثانيه فكره ان انت ممكن يبقى في ناس مندسين عندك في المظاهره من الامن، وما دام الامن معاه مدنيين، طب ليه ما يبقاش في شباب مننا كمان مندسه مع الامن كانها عامله انها بلطجيه وبتساعد الامن. نشوف الفيديو ده اللي صوره الناشط مهند جلال ونزله على اليوتيوب، والحقيقه يعني انه مفزع مفزع وحزين. هو بيصور طبعا مخبي الكاميرا، فالكاميرا مهزوزه طول الوقت. اتفضل. وقع الشرطه العسكريه والامن المركزي والبلطجيه، مشهد بربري لو كان في بلد تحترم الانسان كل دول يتقدموا للمحاكمه والمسؤولين عنه. مش لغه التبرير ولغه اهانه الانسان. واحد فيهم بيقول له خلاص يا جدعان عشان ما حدش يصوركم يا جدعان. ده اللي هممنا. ضغط الشاشه بتاعت الكاميرا خفتها تماما وقمت معلقها كده على صدري ومشيت بقى في وسط البلطجيه اللي كانوا موجودين بقى ساعتها. لما حد كان سالني منهم فقلت له واحد من اللي واقفين بيقول لي انت مين يعني؟ فبقول له التلفزيون المصري، انا من تلفزيون مصر. طبعا لو كان حد اكتشف ان انا من تلفزيون مصر، يعني لو حد قال لي بقى فين الاي دي بتاعك، ساعتها بقى هبتدي برضه ارتجل الامر واغير الطريقه. لا اصل انا كان معايا، طب تعالى معايا نطلع مسبيرو مع بعض. يعني ساعتها كل شويه هرتجل اغير الفكره نفسها. انا معلق الكاميرا وبتعاون معاهم، فاكيد واحد معلق الكاميرا مش بيصور. خد بالك انت بتلعب بدرجه ريسك مرعبه، لان لو انت وانت بتتحرك كده الكاميرا باين انها منوره، بعدين بقى ايه يعني بتفاعل بقى مع الناس. خد بالك ده هما جايين من الناحيه دي، انا بتفاعل مع الموقف بحيث ان انا يبقى بالنسبه لي الناس تبقى فاميليير بيا، يبقى شكلي مألوف وسطيهم لان انا معلق كاميرا. كمان ان انا ما اقدرش اثبت في المكان لمده طويله، لازم اغير كل شويه اغير المكان، لان عشان ما يبقاش الناس تاخد بالها ان هو تركز معاك. هو ده بيعمل ايه؟ ايه اللي موقفه هنا؟ انا وهو راجع هم بيضربوه، فهو عمال يجري ويضربوه ويجري ناحيه اتجاه تاني ومش عارف ايه، فهو هم بيضربوه هو وقع على وشه، وهو وقع على الرصيف على وشه. فانا اتفاعلت معاه وبقول لهم خلاص وقع على وشه يا جدعان، وقع على وشه. وانا اكتشفت ان ده كان غلط، ان انا اتفاعل، هي الفكره ان انا تفاعلت معاه وهم بيضربوه بشكل مرعب. مش عايزين حد يموت. لما تبقى في وسط البلطجيه لو شك فيه 1% تاخد ضربه مش هتشوفها اصلا وهتنتهي حاجه.
ومحدش هيعرف بقى ان انت اصلا كنت مندس ولا حد هيعرف بقى ان ده شهيد ولا ده في ممكن اصلا يلاقوك في سرية زبالة بقى. حسيت ان انا عندي حاجة، عندي قدرة ان انا اعمل حاجة ما حدش بيعملها. فحسيت ان هو ده بقى دوري. نزلت بحر محمود من ناحية المتظاهرين، المفروض انزل من ناحية الشرطة وكده، بس هي الفكرة ان انا كنت أول مرة، أنا معرفش الشوارع دي فيها إيه، يعني الشوارع دي خريطتها عاملة إزاي أنا معرفش، معرفش مين، هل الشرطة معاها بلطجية ولا لأ، لأن أنت لو هما شرطة بس أنا مقدرش أدخل في وسطيهم لأن أنا زي مدني عادي، وهما في أنهي شوارع؟ يعني أنت برضو لازم تدخل لهم من شوارع معينة عشان يبان إن أنت جاي من منطقة ما تساعد الداخلية أو توجب أو تضرب المتظاهرين. ده خلاني بعد كده إن أنا لو أنا متوقع إن هيحصل حاجة في مكان لازم أكون دارس المكان ده قبل ما أروح. الناحية التانية ان في بلطجية قلت لا بقى لما الدنيا تليل انزل الناحية التانية واشوف دول مين. ما كنتش عارف بقى المفروض هصور بايه. كان عندي مشكلة ان انا بعد احداث نزبيرو وبعدها في اكتوبر كان كله بالكاميرا رسمي الانفيشنال دي، لكن دي طبعا لو انا هنزل في وسط بلطجية مش هينفع انزل ليها خالص. يعني في الاول انا قلت ان انا تبع تلفزيون مصر واتجلت الامر، لكن بعد كده ما كانش هينفع القصة دي. كنت لازم افكر بقى في افكار تانية، هل في كاميرات بتستخبى؟ فابتديت اسيرش على الانترنت على الموضوع ده هوت، وبالفعل لقيت شويه حاجات، بس عقبال ما كانت هتيجي كان ايه الحل. فقلت خلاص ممكن اجيب، عارف المسجل بتاع الصحفيين اللي بيسجل صغير ده، هو كان صغير كده قد البطاريه، فقلت خلاص انزل بالمسجل. اما انا دخلت بقى الاشتباكات بالليل وانا داخل بقى من الناحيه الثانيه لقيت عصايه في الارض ولقيت ناس ماسكين عصيان، فقلت حلو قوي انت ماسك عصايه ان انا اوريك حاجه. انت ماسك ايه؟ افترض ان هي دي العصايه، يعني هي كانت خشب ساعتها، فمسكته في ايدي ومسكت العصايه عليه بحيث ان هو خلاص ما بقاش باين، بقيت هو العصايه واحد، وماسك انا بقى العصايه يعني اعمل بقى ان انا بلطجي وبتاع، وسايبها بتسجل. كان في اتنين شباب واقفين من اللي هم بس ما كانوش بيضربوا، يعني واقفين معايا على سور مجلس الشعب بيكلموا ضابط الناحيه الثانيه. يعني لنا تدعيم ان شاء الله باذن الله، يعني مش هتعدي النادي بس خليكوا واقفين معانا. احنا واقفين اهو، لكن والله في كلب يخش الشارع ده تاني. والله طب جايين تدعيم في امتى طيب عشان نكلم الناس؟ يعني في ساعه 0 هم محددين. بس هي اتحددت خلاص، يعني هم هيخشوا هيخلصوا، يعني اللي جاي شرطه مش ناس لابسه زينا. هيخش من هنا؟ لا والله عادي جيش. هنخش من احنا هنخش من مثلا من ده في مجموعه تيجي من ده ورا، ومجموعه تيجي من تطلع من المحل مش عارف ايه الكلام ده. هنتبع كل ده ماشي، هنتبعه. احنا واقفين اهو والله. هتخرب الميدان بالمره يا رب. ما تخرب كل حاجه، يبقى في كل البلد
كل حاجه لازم تخلص. احنا معاك اهو خلاص، واحنا هنكلم الناس ربنا يقويك. انا طبعا روحت رفعت الفيديو على الانترنت، التسجيل الصوت ده قطعته حوالي 3 دقايق ونشرته على الانترنت، وقلت له وكتبت على تويتر يا جماعه ده في ساعه صفر، وان هم دلوقتي كل بقى كل اللي حصل كل اللي شفته كل الشواهد دي ابتديت اكتبها في تويت على تويتر وعشان الناس تعرف. بعد كده رفعت الفيديو اللي هو فيه التسجيل الصوت ده. طبعا الناس طبعا قعدت تشكك في التسجيل وان ده اي كلام ومفيش حاجه اسمها ساعه الصفر وانت كنت فين اصلا وانت ازاي اصلا نسيت. اللي حصل فعلا ان هو تاني يوم حصل الفض، الفض اللي هو اتسحلت فيه البنت. بعدها ابتديت افكر في ان انا اشوف هما الفلول في الفترة اللي فاتت دي كانوا بيعملوا ايه في الفترة دي كلها. ابتديت بقى ادخل على الانترنت واسيرش على الفيديوهات بتاعت من اول موقعة الجمل لأسفين يا ريس ومصطفى محمود، كل ده ابتديت اسيرش فيه يعني ايه ببص كده يعني ايه واتفرج مظاهرات كان ماشية ازاي وهل لسه مظاهرات مكملة ولا وقفت ولا ايه الحكاية. كل اللي انا حكيته ده بقى كوم، واللي انا ابتديت اعمله بعد كده بقى حاجة تانية خالص. في برنامج اسمه بيكاسا، برنامج ده اصلا معمول عشان يأركايف الصور بتاعتك ويتعرف على الاصدقاء اللي عندك، اصدقائك اللي موجودين في الصور، ويبتدي يقسمهم لك على ان مثلا صاحبك الفلاني ادي صوره كلها موجود في الصور الفلانيه. البرنامج دوت انا استخدمته استخدام تاني. يا احلى سيسي واحلى جسمك واحنا الفيديو ده بيتكلم ايه على ام شهيد بالتحرير بتقول كذا كذا كذا، وتاريخ الفيديو 6 ديسمبر 2013. بعد ما بشوف الفيديو ببتدي اخد سكرين شوت، يعني مثلا عندي اهو دي ست واضحه اهيت، فابتدي ان انا ايه اخد سكرين شوت منها واسيف السكرين شوت دي. طبعا باخد سكرين شوت اكتر من مره، يعني باجي هنا مثلا انا لقطت دي قبل كده هلقطها تاني. ليه؟ لان انا وانا بعرف بيكاسا ان الست دي هي الست دي في صورتين مختلفتين، هو بيبتدي يحدد ملامح وشها لما بتتحرك، فبيبتدي ان هو يساعدني اكتر في ان هو يتعرف على الشخص ده في اي فيديو تاني او اي صوره تانية حطتها له. كذابين تجار الدين مش هياخدوها مننا ولا هيخشوا ميدان التحرير. في فيديو نزلناه من على الانترنت اسمه بالفيديو ام شهيد تبكي امام نصب تذكاري تجار الدين ما يقدروش يدخلوا التحرير. اشوف لقطه هي واضحه فيها مثلا ليكن دي، واخد لها لقطه تانية مثلا كده، وهرجع لبيكاسا. بص هو هنا بيكاسا عمل ايه؟ ان هو بيقول لي هل الست دي هي الست دي. بص هو بيبتدي يطلعها لوحده. طبعا انا ايه التحجيبه ونفس المكان ونفس الصوت، فبقول له اه هي دي وهي دي. طبعا القصه مش مجرد ان انت معاك شويه صور وبتحولها، لا، الفكره ان انا كمهند متاكد ان الشخص ده هو الشخص ده. تاكدت منين؟ لما بنزل على الارض واشوفهم على الحقيقه ابتدي اتاكد اه ده هو ده. لما ندخل كل الصور والفيديوهات اللي اتصورت من اول فبراير 2011 حتى يومنا هذا لكل البلطجيه وكل الشرطه كمان، كل البلطجيه وكل الشرطه وكل الناس اللي اعتدوا على المتظاهرين، هقدر في الاخر اقول ان مثلا الشرطي الفلاني اللي اعتدى على المظاهره الفلانيه هو اللي اعتدى على المظاهره الفلانيه في المكان الفلاني بعدها بسنه او اتنين. وده كان دوري بقى بصراحه. وابتديت انزل مظاهرات الفلول. مره نزلت وسطهم متنكر في شكل بياع غزل بنات وماسك زماره ومعايا الخشبه اللي هي متعلق عليها غزل بنات وببيع غزل بنات واقف حواليهم وبلف. مره تانيه كنت اشتريت عفريته زبال ونزلت في وسط متظاهرين ان انا يعني ايه زبال بيكنس الشارع وفي نفس الوقت بيلقط رزقه وكده. كان في مظاهره نزلت فيها على ان انا شكلي سلفي، لان قيل ساعتها في المظاهره دي ان الشيخ محمد حسان نازل، كنت ساعتها بقى مطول دقني وحلق شنبي ولابس بتاعه ماسك كتاب لعمر بن الخطاب وسجادة الصلاة. ليه اتنكرت عشان سببين، يا اما ممكن يكون في حد من المتظاهرين انا اكون اعرفه شخصيا يكون هو مع العسكر وهو موجود في وسط المتظاهرين، والسبب الثاني
ان ما حدش يربط ما بين شكلي ده وشكلي لو انا طلعت بالصدفه في التحرير او في اي مكان تاني. طبعا انا عملت شخصيه موازيه لشخصيتي على الفيسبوك وعلى تويتر باسم نور، لان الاسم ده كان بالنسبه لي ممكن تفهمه ولد او بنت، فيبقى سهل ان انا اضيف بيه الناس واضيف الناس اللي انا براقبهم اوريدي، وبعدين اعرف هل لو هم بيحطوا صور اخدها، لو هم بيحطوا فيديوهات اخدها، مناطق تجمعاتهم، بيتقابلوا فين، هيعملوا ايه، بحيث ان انا ابقى شايف ايه اللي هيحصل عشان ابتدي احضر نفسي للاندساس في وسطهم. في 18 ديسمبر 2011 بدأت حملة كازبون تعلن عن نفسها انها هتبتدي تعمل زي فيديو بعروض في الشارع عشان تعرف الناس بانتهاكات العسكر خلال الفترة اللي فاتت. وبعدين وحملة كازبون شغالة ابتدت حملة كازبون تضرب في الشارع، يعني في اماكن معينة حملة كازبون نزلت اتضربت فيها. طبعا انا كنت ابتديت اراقب اكاونتات الفلول، فانا شايفهم، شايف التايم لاين بتاعهم، فشايف ان مثلا ملاحظ ان هم بيقولوا مثلا ايه النهارده مثلا حمله كازبون عاملين عرض في الخمس اماكن دول اللي منطقته في المكان الفلاني ينزل يروح يضربها. وبعدين ابتدى يتكتب بقى ايه في الجرايد بقى كل يوم، اهالي المنيل يضربون حمله كازبون، اهالي الزمالك يتجمهرون ويمنعون حمله كازبون، وهكذا. طبعا انا خلاص عندي داتا بيز كامله بالفلول شويه، وعارف مجموعه منهم ومعايا اكونتاتهم، فابتديت ان انا ايه انزل واشوف، واقف من بعيد واشوف ايه مين اللي هيعتدوا عليهم. ساعتها نزلت، كان يوم 3 يناير، حمله كازبون عامله مسيره هتعدي من جامع مصطفى محمود. عند جامع مصطفى محمود كانوا اسفين يا ريس كلهم مستنيين، ففي واحد منهم من الشباب اللي هم جايين يضربوا كازبون ابتدى يهتف ايه عباسية العباسية، وانا بحاول كل شويه اغير يعني الموبايل بحيث انها ايه اجيب وشه بس. حمله كازبون وهي شغاله حصل ان الفلول واسفين يا ريس ابتدوا يعملوا حمله اسمها صادقون مضاده لحمله كازبون، كان اسمها هيعرف عدوك، بعد كده غيروها خلوها صادقون. وكان ليهم وقفه انا كنت عارف ميعادها، كانت قدام مبنى ماسبيرو في 18 يناير 2012. فاللي حصل ان قالوا ان تم الاعتداء على نوره نجم قدام ماسبيرو. انا خدت الفيديو ده تاني وبعدين عدلت اضاءته، دلوقتي بص اضاءته مختلفه بحيث ان هو يبان مين الاشخاص دي عشان ابتدي بس اخد بالي منهم. الولد اللي هو بيحوشه الراجل ده ورا اهو، بعد كده الكاميرا هتيجي على الولد التاني اللي هو بيحاول من قرب يضربها، بعد كده هيحصل ان الولد اللي واقف بعيد ده وهما بيحوشوه هيجري ويضربها على دماغه. طبعا لان انا براقب الناس دي فسهل قوي من فيديو مش واضح اعرف ان مين دول. كلمت حد قريب من نوارا وبعت له ميل، قلت له انا عندي صور ناس معينه شاكك في ان هو ده او ده او ده او ده، فهتعرض عليها الصور وهي شافتهم على الحقيقه هتتعرف على مين ده. فهو بعت قال هي اتعرفت على فلان، فقمت بعت له ميل تاني في صور الشخص ده في اكتر من مكان. فاكر طبعا لما انا قلت لك ان انا يوم مظاهره مصطفى محمود في واحد فيهم فضل يمشي ورا المظاهره وينادي يقول العباسيه 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 العباسيه، هتلاقي ان هو اقرب، يعني الاثنين دول هم اقرب لواحد. غير كده هي اتعرفت عليه، يعني احنا كنا عاملين حمله تعرف عليه قدام مبنى ماسبيرو اللي جاب نوره نجم قدامنا ولابسه اشاره ضد محاكمه المدنيين لا لحكم العسكر، هو ده معنى الاستفزاز، معنى اللي انا جاي لك عشان انت تضربني. طب ما عادي احنا مشاجره كلام وانا اعتديت عليها، مش انا ده ناس كتير قوي، انا كنت من ضمن الناس برضو اللي بتعتدي، مش اعتراف ده برضو، يعني انا بقول لك اللي حصل الديتيلز بالتفصيل بالظبط. هنا وقت اعتدائه على اهالي الشهداء في 15 اغسطس 2011 يا عم مش ده حد
انا عرفت اسمه منين؟ وانا بدور على كلمه اسفين يا ريس على الانترنت على اليوتيوب فلقيت الفيديو ده. انا توفيق موظف قمت بعمل قد فيه ان انا ابني المسام مبارك ان انا اخ كريم حسين وعطف مكير لما وقع الغنيه اللي هنا مصطفى محمود ورفع رفض الثوره وانا بالشبش بتاعي طرف. طيب هو ليه صور الفيديو ده؟ احب استعرض الناس كلها كريم حسين اخويا صاحبي وجاري مع بعضينا على الحلو والمرنا بقالنا سنه. كريم حسين ده المسؤول عن حمله اسفين يا ريس نفسها. هنا كريم حسين اتصور وهو قاعد مع اخو سوزان مبارك. قاعد مع شيء طبيعي مع حد قريب الراجل اللي انا بدافع عنه اوريدي ان دي مش حاجه عيب او مش حاجه صدمه في حقي. ثانيا المقابله كانت في مكان عام وكان في عز الظهر وكان في نادي الصيد يعني اشهر مكان في مصر. النهارده حصل شيء غريب تحديدا الساعه 10:30 حدثت اشتباكات داميه بين انصار مبارك بعضهم البعض حيث قام كريم حسين ادمن صفحه انا اسف يا ريس بالاشتباك مع شخص يدعى توفيق هيثم امام مقر الاكاديميه. وبسؤال توفيق هيثم المعتدى عليه قال ان انا من ابناء مبارك ومن مؤيدي مبارك لكن كريم حسين ومن معه قال باللفظ كده قابضين واخدين فلوس وكانوا قاعدين مع خالد ثابت وبيتمولوا من جهات بعينها. عايز اعرفهم احنا دلوقتي عند الاكاديميه ان كريم حسين واصلا مش اعضاء اصلا الناس الرئيس بيتمولوا تمويل واحنا كمؤيدين مبارك بنشقنا عنهم. فتوفيق نزل الفيديو عشان يعتذر لكريم على الكلام اللي قاله. انا ما اعرفش مين خالد ثابت عشان ما اعرفش وما شفتش الصوره ما قلتش الكلام ده. لو انا قلت فانا قلت الفيديو اللي انتوا شفتوه كلنا شفناه كنت تحت ضغط عصبي مش فاكر. خلال الفترة دي كلها في مرحلة ما حصلت لي ان انا عرفت اوصل للهيدن كام وابتديت اشتغل بيها. طبعا كان ساعتها ايه كنت انا ساعتها شغال بالهيدن كام اللي هي الساعة اللي بتصور وكان معايا كاميرا تانية صغيرة كده للطوارئ هي مجرد مثلا بتسجل ساعتين وبقدر اخبيها زي ميدالية الميدالية كده. فالهيدن كاميرا سواء الساعة او الحاجات اللي كنت بشتغل بيها اللي بتصور دي اتاحت لي فرصة ان انا اصور حاجات ما كنتش عارف اصورها قبل كده. يعني انت وانت في وسط بلطجية انت مستحيل ان انت تطلع كاميرا وتصور حتى لو انت عامل انك بتصور اللي بيضربوا البلطجية. هو ده اللي انت ضربته؟ لا ده اللي كان لابس جاز بس قلعه. كان في هدفين في كل مره بنزل فيهم مظاهرات زي دي متنكر. الهدف الاولاني لو انا معايا كاميرا او معايا هيدن كام مخبيها بصور بيها ناس معينه لو حد مثلا من اللي بيعملوا المنصه او الناس المهمه وانا عارف مين هم الناس المهمه فابتدي اقف جنبهم اسمع حكايه اسمع جمله اعرف هم ساكنين فين اساميهم ايه. في نفس الوقت في فرق كبير بين انك تشوف شخص موجود على الكمبيوتر هو عباره عن صوره وانك تشوفه على الحقيقه. لما تشوفه على الحقيقه وبتشوفه من اكتر من زاويه وبتقدر تعرف حجمه واكتر اللبس اللي بيلبسه وهكذا بتبقى سهل قوي ان انت تتعرف عليه في الصور حتى لو هو لبس شكل مختلف لبس نظاره لبس كاب الساعات بيكسر ما بيتعرفش على الناس اللي بنظاره او بكاب. ففي الحاله دي بساعده انا بساعد بيكسر انه يقول ان هو الشخص الفلاني ده هو ده. طبعا كل مره بنزل فيها وكل مفاعليه هم بيعملوها كنت بجمع الداتا بتاعتها داتا كبيره جدا كل الداتا الموجوده على الانترنت او الاكونتس بتاعتهم او حتى الحاجات البرايفت ما بينهم وبين بعض او لو انا صورت حاجه كل ده بدخله على بيكاسا وابتدي اعمل داتابيس كامله بالايام دي. طبعا الداتا بقت كبيره جدا عدد الناس كتر الناس اللي انا ابتديت اراقبهم عددهم بقى كبير. الناس المهمه كنت بطبعهم الوان وابتدي اعلق الصور دهيت على البورد عندي بحيث ان انا دايما وانا قاعد شغال او بشتغل على بيكاسا او بفرغ فيديو الصور دي موجوده قدامي. بعد ما بقى عندي داتا كتير جدا لكل الناس اللي اعتدوا على المتظاهرين او اعتدوا على حملات عسكر كاذبون واتقال عليهم ساعتها ان هم المواطنين الشرفاء وان الاهالي هم اللي ضربوهم في المناطق المختلفه قررت ان انا هاجم ان انا اعمل حمله اسمها عسكر نشطاء تهاجم فيها وتطلع وتفضح فيها فكره المواطنين الشرفاء ان هم مش فكره ان هم مواطنين شرفاء او اهالي المنطقه لا هي مجموعات منظمه بتنزل على المتظاهرين في الاماكن المختلفه وبتضربهم. هو ده المعنى الحقيقي ان هم دول
النشطاء بتوع العسكر اللي بيشتغلوا على الارض وبيتظاهروا وبيعملوا كل ده، دول النشطاء بتوعهم هم. عملت الحمله دي على تويتر وعلى الفيسبوك، هتلاقيني بقى في الحمله بعمل ايه. كنت بجيب الشخص اللي اعتدى على المتظاهرين، بجيبه هو في مكان الاعتداء بصورته، وبعدين بقسم الصوره لاماكن تانية فيها نفس الشخص ده هو موجود في مظاهرات تانية، سواء مؤيده او هو لو هو مندس في وسط المتظاهرين. مفيش اي مشكله ان هم بيأيدوا العسكر او بيأيدوا وتبر، بس اولا هم ناس مش عارفاهم فبيدخلوا في وسط مظاهراتنا. الحاجه الثانيه ان في منهم ناس بتعتدي على مظاهراتنا وبيتقال عليهم مواطنين شرفاء، وبيتقال عليهم ان دول الاهالي، فلازم تقول الحاجه في سياقها ان ده فلان الفلاني من اسفين يا ريس، او المجموعه اللي ضربت حمله كاذبون في مصطفى محمود هم اسفين يا ريس، او اللي ضربوهم في المعادي هم اسفين يا ريس. ما تقوليش اهالي المعادي ضربوا حمله كاذبون. ابتدى بقى السباق الرئاسي ومناظرات ومش عارف ايه، وابتدينا احنا كل حتى التظاهرات حتى كلها قلت. ساعتها انا وقفت الحمله وانا كمان ابتديت اركز في شغلي. كسب مرسي الانتخابات، ساعتها برضو فضلت انا سايب الحمله، لان خلاص المفروض في رئيس مدني منتخب جه وهو المسؤول عن العسكر وهو اللي يبتدي يعمل ده مش شغلتي انا، يعني شغلتي تعتبر انتهت على هذا الامر. لغايه ما حصل بعد كده احداث الشهداء اللي استشهدوا في رمضان. كنت انا مره بقلب على الفيسبوك، فلقيت فيديو مكتوب مشجره عطلت وصول مرسي لجنازه الشهداء، فهو البريفيو بتاع الفيديو موجود فيه الناس اللي انا كنت براقبها هم اسفين يا ريس. انا وقتها قلت ايه، طب ما كده في يعني المجموعات دي لسه شغاله وبتفشل الرئيس الموجود، المجموعات دي محدش يعرفها غيري، طب وايه الحل؟ يعني دلوقتي هيتقال ان دول ايه؟ هيتقال ان دول اهالي منطقه فلانيه او مواطنين يحتجون او مواطنين ضد حكم مرسي. تعالى اوريك مين دول بقى. فمثلا هتلاقي الست اللي كانت لابسه نظاره سوداء، هتلاقيها في كل محاكمات مبارك واقفه بره. ما يطلع الرئيس مبارك يلوح لانصاره، والابتسامه اللي كانت على وشه ده اكبر دليل على خيبه الثوره. هنا هتلاقيها موجوده في الاعتداء اللي حصل على محمد عبد القدوس في نقابه الصحفيين في 19 مايو 2012، كان يوم معمول للعاملين بقطاع الطيران بيتكلموا فيه عن احمد شفيق والعمل وقتها في مطار القاهره. انا شايف ده هو ده نفس الشخص اللي موجود الخناقه اللي عطلت وصول مرسي للجنازه. طبعا هنا هتلاقي صوره مع حمدي بدين. لله والعبد كنت اقف اللي يجي عند وزاره الدفاع، عندي استعداد اسلم نفسي شهيد كده للبلد دي وللجيش ده. يمكن اللي هو حمدي بدين يعرف الكلام ده. قلت ايه، طيب ما نحاول احاول اوصل لاي حد من رئاسه الجمهوريه اديله كل المعلومات دي واقول له المجموعات دي كانت بتشتغل ازاي ومكمله ازاي، وهم يكملوا وراهم تحريات لغايه ما يعرفوا الناس دي الرؤوس الكبيره ايه، بحيث انهم المجموعه اللي بتحاول تفشلهم دي يبتدوا يتحكموا فيها او يشوفوا هي بتعمل ايه. ابتديت اشوف صحابي اللي ليهم علاقه بالاسلاميين، لقيت واحد صاحبي كلمته، هو كلم حد طبعا انا مش هقول اسمه، فكلمته فقال لي هنشوف لك، احنا مش هينفع ندخلك القصر الاتحاديه لانه متراقب، خلينا نقابلك في مكان قريب من بيت مرسي. قال لي اه، قال لي والله كده، قال لي قصر الاتحاديه متراقب. بعد كده كلمني تاني يوم الصبح قال لي ايه، قال لي لا خلاص ظبطنا في الاتحاديه. طبعا انا كنت يوميها مرعوب، اولا ان انا طبعا انا خايف من الاخوان ومش عارف ايه اللي هيحصل وداخل لهم ومسلم لهم الدنيا،
وقررت ان انا ادخل معايا كاميراتي الهيدن ادخل بيها جوه. كان معايا ساعتها الساعة وكان معايا كاميرا تانية صغيرة كده قد حجر القلم. لنفترض ان انا اديتهم الداتا وخرجت، بعد كده قالوا لي لا احنا ما خدناش منك حاجة، فساعتها يكون ده متصور. والسبب التاني في ده ان انا كنت عايز اعرف، هو قال لي قبلها بيوم ان قصر الاتحادية متراقب. هو انت ازاي رئيس جمهورية قاعد في مكان مراقب وهو ما عندوش كنترول عليه؟ فقلت لو انا عرفت ادخل بالكاميرات دي يبقى كده خلاص، احنا كده هم كده ما عندهمش اي سيطره على القصر، وكده احنا يعني البلد كلها متسلمه. فتشوني، خدوا مني موبايلات وسابوا الشنطه. بعدين دخلت فتشت تاني، فتشوني تفتيش يعني، طلعوا كل حاجه وما خدش باله من الكاميرا اللي هي الشكل اللي انا. ودخلت بالكاميرتين، دخلت قعدت مع مجموعه جوه، كان من ضمنها ناس في ديوان عام الجمهوريه. المهم انا قعدت معاهم جوه بالظبط ساعتين ال 10 دقايق. هو طبعا استغرب جدا ان انا ازاي انا شخص لوحده عمل كل ده. قلت له دول فلان، دول بيتعاملوا مع العسكر، دول اللي اعتدوا على حمل الكاذبون، المجموعات دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه وكده. فهو قال لي انا يهمني العسكريين، يهمني العسكريين دلوقتي تقول لي ايه اللي كان بيعتدي على المتظاهرين او كان بيتعاون مع الفلول، هتقول لي مين دول، انا عايز كل صورهم كل البيانات عنهم. قلت له طب والباقي؟ فقال لي الباقي ما دام متظاهرين بيعبروا عن رايهم، يعني حتى لو هم فلول او اسفين يا ريس، ما دام بيعبروا عن رايهم خلاص ما فيش مشكله. قلت له بس في منهم ناس بيفتعلوا اعمال عنف وفي منهم ضربوا ناس وكده. قال لي يعني ايه دي هنسيبها للشرطه. ساعتها انا قلت له طيب يعني انا يعني قلت له انتوا اعملوا يعني ما مش الشرطه مش هتجيب لكم الكلام ده. فقلت له انتوا اعملوا مجموعه دي من شباب تنزل في وسط المتظاهرين تصور اللي هيعمل اعمال عنف، وهقول لكم ازاي تعملوا القصه دي كلها، وايه الكاميرات اللي تجيبوها وتجيبوها ازاي، والشغل ده يشتغل ازاي، بحيث ان انتوا لو حصل اعمال عنف حصلت تبقوا عارفين مين اللي عملها وتتحروا على الناس اللي انا مديها لكم دي. فقال لي لا ده وظيفه الشرطه ومش عايزين نعمل اي حاجه يعني تبان مثيره كده وفيها المشكله. ان هو لو كانوا اخذوا مني الداتا دي وكانوا تحروا عنهم، دول ناس بتشتغل على الارض، يعني كل الداتا اللي معايا دي ناس بتشتغل على الارض. لو كان هو تحرى وفضل يمشي ورا الخيوط دهيت كان وصل لناس كتير جدا، هي اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا نرجع تاني لحكم العسكر. وانا متاكد من كونر ان هو ما قدرش حجم المشكله اللي ممكن المجموعات دي تعملها في الفتره الزمنيه اللي حصلت بعد كده. دي صوره ملقوطه للمنصه طالع فيها توفيق هنا اهو، وطالع معاه مهند جابر. هتلاقينه هنا برضو خبر في الجورنال متصور مع حمدي بدين لما فضوا مظاهرة 27 يناير 2012 اللي كانت عنده وزارة الدفاع. المتظاهرون يلتقطون الصور مع بدين بالعباسية ويطالبون العسكري بحماية البلاد. طبعا كل الموجودين في المظاهرة اللي هم يقال انهم متظاهرون عاديون هم اسفين يا ريس. وده في اعتصام كان معمول في ميدان التحرير يوم 25 نوفمبر 2012. ده الاعتصام اللي قلنا ان فيه اسفين يا ريس والناس ما صدقتناش وقتها. هل في حصل ضرب ما بينكم وما بين عسكر كاذبون؟ هو مصر كلها حصل ما بينها وما بين عسكر كاذبون ضرب فعلا، لان اللي بينزل اصل هم لما بيجوا بينزلوا يا ريتهم مثلا بيهتفوا مسيرات سلميه وبيمشوا خلاص، لا ده هم بيخربوا يشتموا الجيش يشتموا الشرطه. هتلاقي دايما صاحبه هو اسمه احمد عبد الغني. ده فيديو ليه في 15 مارس 2013 كان فيها بيدعو لانقلاب عسكري وقتها. طبعا انت عارف انهم بيحضروا موضوع الانقلاب ده من فتره طويله من اول ما مرسي كسب. احنا داعيين النهارده الوقفه، ده النداء الاخير للجيش. بنقول لسياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي يا سياده الفريق
مصر محتاجاك، احنا محتاجينك، الشعب خلاص جاب اخره. احمد عبد الغني ومهند وواحد تاني اسمه شربيني، الثلاثه بينزلوا بيساعدوا الداخليه في انها تضرب المتظاهرين. يوم 20 نوفمبر ذكرى احداث محمد محمود، 20 نوفمبر 2013 الشرطه مسكته بفرد خرطوش، والشرطه صورته وحطت الصوره على الصفحه بتاعه وزاره الداخليه. طبعا دول اتقال عليهم اخوان مسلمين، هو الوحيد اللي فيهم اللي اتمسك بخرطوش، لذلك هو متصور لوحده، مصورين لوحده بفرد خرطوش. اللي حصل ايه؟ هم طبعا بينزلوا يساعدوا الداخليه بسلاح، في منهم بينزل بسلاح وفي منهم بينزل من غير سلاح. فهو اتمسك بالغلط، الداخليه مسكته بالغلط وهو اصلا معاهم. شفت واحد انا واثنين زمايلي بيضرب بفرد خرطوش من ورا الهوايه اللي في وش جامعه العربيه. الدنيا كانت ليل، كان في حدود الساعه 9 بالليل تقريبا، الدنيا كانت ليل، فالكاميرا بتاعتي الامكانيه بتاعتها كانت ضعيفه، ما قدرناش ان احنا نجيب زوم عليه. نقرب 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 من ورا السور الحديد بتاع الهوايه العربيه في وش جامعه العربيه لحد ما قدرنا نصوره. زمايلي راحوا ماسكينه، فرد وقع من الواد، مسكت الفرد ومسكنا الواد بنسلمه. في لواء بقى ربنا يمسيه بالخير، يعني ده انا مش هسيبه ان شاء الله، ومش هقدر اقول اسمه دلوقتي. وصلت لدرجه ان في زمايل ظباط ليا كانوا واقفين يعرفوني شخصيا وعارفين انا مين كويس وعارفين انتمائي كويس جدا. الناس دي قالت للظابط، قالت لسياده اللواء، يا فندم الراجل ده معانا، الراجل ده عمره ما كان ضدنا، الراجل ده محترم جدا، الراجل ده شتمهم وساب لهم الدين وقلب عليهم. يروحوا يتضمنوا في الاسم معاه. على بوابه الاخبار اليوم بتاريخ 3 ديسمبر، هنا قرر رئيس نيابه قصر النيل المستشار سمير حسن اخلاء سبيل احمد عبد الغني المحلل والناشط السياسي بضمان محل اقامته وبدون كفاله ماليه. طبعا احمد لما خرج بعد كده طبعا اتصور مع الضباط، طبعا راجل بيأيد الجيش والشرطه وكده، ياخد اخلاء سبيل بضمان محل اقامته بدون كفاله، في حين ان ناس بتتمسك وتاخد بنات بتتمسك ببلالين ولا بمسطره تاخد 11 سنه سجن، وده متصور بفرد خرطوش والداخليه اللي ماسكاه ومصوراه، ويتصور ويخرج يتصور مع الضباط ويشكرهم. الفيديو ده عرضه مصور اسمه شهاب، كان اتصاب في المظاهرات اللي حصلت في نهاية ابريل 2012 بداية مايو 2012. دي كانت مظاهرات لانصار حازم ابو اسماعيل ضد القرار بعدم ترشحه الرئاسة لاسباب قانونية وحاجات كده. طبعا هو شهاب رفع الفيديو ده لان الشخص ده اللي هو اسمه كريم بسكوتة ضربه بخرطوش جاء في عينيه وساعتها اتنقل على المستشفى. طبعا الفيديو ده طبعا بالنسبة لي كان ريسورس مهم جدا، لان انت عدد الناس لو انا بقلب في الفريمز كده في لحظات بيبان فيها الوشوش كلها واضحة، وهو فيديو اتش دي والبلطجيات العباسية اللي هم ضربونا قبل كده، هتلاقي في الفيديو ده في واحد ظاهر اللي هو ده اسلام السني ده. تفهم ان الاسلام ده واحد ساكن في العباسيه ملوش دعوه باي حاجه غير ان هو كان نازل يدافع عن بيته، مش فاهم اي حاجه غير ان هو نازل يحمي منطقته وبس، ونازل عندي الفكره ان الناس بدات ضرب على الشكايه العباسيه، فطبيعي ان انا لازم ادافع عن اهل منطقتي. وانا جاي بعتذر لو انا فهمت الناس اللي ضربتني غلط. الفيديو ده صورته الوطن من احداث 24 اغسطس 2012 اللي كانت مظاهره ضد مرسي. الفيديو ده هو متصور عند تقاطع الشارع اللي رايح على الاتحاديه مع صلاح سالم. مين اللي ظاهر في الفيديو ده؟ فهو اسلام السني قال ان هو اصلا واقف عند منطقته، ان هو مش بلطجي، ان هو ما بيعتديش على حد، وهي مجرد ان هو ساكن في العباسيه.
طيب هنا هنا الفيديو ده مش متصور في العباسيه، متصور ده عند الاتحاديه. هو هنا ماسك واحد من قفاه، ماسك ولد ملتحي من ظهره وعايز يضربه. ده فيديو من الفيديوهات اللي بعتها لي ساعتها شهاب عشان ابتدي اجمع كل اشكال البلطجيه اللي كانوا موجودين في اليوم ده. ظهر الاسلام السني هو في الفيديو. في اللحظه دي ابتدى حد تاني يظهر من اسفين يا ريس، موجود معاه في المشهد الاعتداء. شايف ده؟ ده حماده صبري المسحول بتاع الاتحاديه. كل ده مين اللي بهدلوك؟ يعني انت مين اللي بهدلوني؟ متظاهرين ده قلبونا حتى المحفظه خدها منهم، ما خلوليش معايا حاجه. انا عايز اسالك، انت غيرت اقوالك النهارده في مع النيابه؟ اه يا فندم، قلت الحقيقه بتاعت ربنا. ايه قول لي الحقيقه بتاعت ربنا؟ قلت ان هي الشرطه اللي ضربتني وسحلتني. اه ضربت بالرصاص. كان ليه صور عندي من المظاهرات اللي كانت في مصطفى حمود اسفين يا ريس، فتلاقيه ظاهر هنا في المقابله اللي اتعملت. مجموعة أسفين يا ريس راحوا قعدوا مع عمر سليمان عشان يطالبوه بترشح رئاسة الجمهورية. وبعدين كان ليه فيديو مشهور قوي من أسفين يا ريس قدام أكاديمية الشرطة. رئيس مبارك ما ينفعش إهانته، يعني ده كان رئيس مصر أكتر من 30 سنة. لما تشوف حمادة صابر من على الحقيقة وتشوف له أكتر من فيديو في اتجاهات مختلفة بتقدر تعرف، حتى لو هو ملثم بتقدر تتعرف عليه. ده فيديو صوره مصطفى بهجت لاحداث محمد محمود الاولانيه، اللي هي احداث محمد محمود المشهوره في 2011 للداخليه، وهي بتضرب المتظاهرين. مين الموجود في الظهر هنا؟ هو حماده صبري. طيب انت هتقولي هو ازاي ملثم اصلا وانت عرفته؟ طبعا بعيدا عن ان انا شفته في الواقع فبقدر اميز هل هو الشخص ده ولا لا. طيب هو لابس ايه هنا؟ هو لابس هنا بلوفر فيه اخضر واحمر واصفر. طيب تعالى نتفرج على الصور اللي متصوره له اللي عندي اهو. البلوفر اهو، هو ده. طبعا ساعتها الدنيا اتقلبت بقى على حماده صابر، وان هو مسحول الاتحاديه والشرطه بتتعامل مع ازاي مع المتظاهرين. انا عايز اقول لك ان انا متاكد ان هو اصلا كان مع الداخليه، وانا حتى الان انا ما اعرفش هل القصه دي تمثيليه ولا كانت هما مسكوه بالغلط. ساعتها دخلت بقى على حمله عسكر النشطاء وابتديت اسطب فيديو في حماده صابر جزء من الحاجات اللي هو عملها. طبعا قبل الفيديو كتبت ان انا ضد السحل وضد كل ده، بس انا يهمني ان لما يتقال ان ده مواطن يبقى يتقال انه مواطن من اسفين يا ريس. Thank you.
برضو من السيسي ان رشا عارف رئاسه الجمهوريه، هنفوضه وهندعمه. انقلاب يساوي الارهاب، نهايتهم معروفه. اي مظاهره تعامل معاها بقوه مهما كان القصد. شرطه وجيش مصر انه يعادي الشباب. احنا في بلد لا دنيا قامت ولا دين قام. محدش مطلع للغلبان، حسبي الله ونعم الوكيل. إذن فيلم المندس الذي شاهدناه قبل قليل يربط بشكل واضح بين ما يسمى بالمواطنين الشرفاء وبين الدولة وبين أسفين يريس، لعله إذا اكتمل أو استمر هذا الجهد من الناشط مهند جلال الذي سيكون معنا بعد قليل، ربما تكتشف أو يكتشف المصريون طلاسم أخرى وأمور أخرى غامضة. سنواصل النقاش حول فيلم المندس، لكن نرحب بزميلي في هذا القسم من مصر الليلة في التقديم، الزميل عمر فياض في موقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمر. أهلا زين. وقبل أن نواصل النقاش أيضا أرحب بزميلي سالم المحروق الذي ساقل لنا موجزا لأهم الأخبار، نواصل بعده النقاش أو نبدأ في الواقع النقاش في هذا القسم من مصر الليلة. أهلا سالم. شكرا لك زين. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي مصر الليلة في هذا العرض الإخباري. طلبت 11 منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار يعالج تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال انعقاد دورته 26 في شهر يونيو المقبل، والتأكيد على حقه في الدعوة لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت منذ يناير 2011. وذكرت المنظمات في خطابها أن التطورات الأخيرة في مصر كشفت أن مؤسسات الدولة لا تزال تنتهك بشكل صارخ العديد من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. توفي المعتقل محمد عبد الله والبالغ من العمر 49 عاما في زنزانته بسجن وادي النطرون. ومن جانبها قالت اللجنة العليا لانتفاضة السجون إن عبد الله توفي إثر إصابته بذبحة صدرية عقب اعتداء قوات الأمن عليه داخل الزنزانة. وأضاف بيان للجنة أن السجن شهد احتجاجات واسعة عقب وفاة المعتقل، ما دفع قوات الأمن لإطلاق الرصاص الحي في الهواء للسيطرة على المعتقلين. في المقابل تعهد معتقلون بسجن وادي النطرون في اتصالات هاتفية مع الجزيرة مباشر مصر، تعهدوا باستكمال انتفاضتهم بالرغم من كل ما يلاقونه من صنوف التعذيب والإهانات والانتهاكات بشكل يومي. التصفية الجماعية مصطلح اعتدنا سماعه عند الحديث عن الحروب القذرة أو المذابح الأهلية، لكن الجديد أن يتداول هذا المصطلح وصفا لتعامل لقوات الأمن مع معتقلين لا يملكون من أمرهم شيئا سوى الاحتجاج بالإضراب عن الطعام. قالوا لنا هتشوفوا أيام سودة، وبدلا من استهداف الأفراد بالتعذيب دخلنا إلى مرحلة التصفية الجماعية، ونحن نناشد العالم وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية وشرفاء القضاء والنيابة والجيش والشرطة أغيثونا من هذا الجحيم. ففي اليوم الثاني من انتفاضة السجون الثانية اقتحمت قوات الأمن عددا من زنازين المعتقلين واعتدت عليهم بالضرب والصعق بالكهرباء، بل ووصل الأمر إلى استخدام الغاز والخرطوش. الاعتداءات التي شهدتها جدران عدد من السجون منها سجن وادي النطرون جاءت بعد أن منعت إدارة السجن الزيارة عن المعتقلين وقطعت المياه عن جميع الزنازين وألغت فترة التريض اليومية. بعد ما نهتف أثر غضب الزنازين كلها على التخبط على التهتف قطع عننا المية وقطع عننا النور، الجو مش قادرين نستحمل فيه. احنا هنا قاعدين بنستنى الموت مش اكتر، احنا قاعدين مستنيين ميعادنا، بس مستنيين وقتنا، الوقت اللي هيخشوا يقتحموا علينا فيه، احنا لسه ما جلناش الدور، مستنيين ان هم يقتحموا في اي وقت. لكن المعتقلين اكدوا في اتصالات هاتفيه مع الجزيره مباشر مصر ان تعرضهم لصنوف من التعذيب والاهانات والانتهاكات يوميا لن يثنيهم عن مواصلة كفاحهم لعودة الحرية والكرامة لكل مصري. هم جايين بيخوفونا ويفتكرونا احنا هنخاف ان احنا نموت ولا هنخاف ان احنا نشوف، احنا مش خايفين نموت، احنا صابرين، احنا نقدر مكملين ورا الدوله، والدوله كمان دي هتيجي ان شاء الله، مش خايفين من اي حد ان شاء الله، احنا
قتلونا ويموتونا. تأجلت حتى 14 من شهر يونيو الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت بنقابة الصيدلة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المقرر أن تنظر الجمعية في حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعبدين بفرض الحراسة على النقابة بسبب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها على حد وصف الدعوة. نهاية عرضنا الإخباري وعودة إلى الزميل زين العابدين. إليك زين. شكرا لك سالم. نتوقف أيضا سريعا مع الزميل عمر فياض ليعرف المشاهدون كيفية المشاركة في مصر الليلة. كما نعلم جميعا نناقش الليلة فيلم المندس الذي يربط بشكل واضح بين البلطجية وما يسمون بالمواطنين الشرفاء وبين جهات في الدولة وحملات محسوبة عليها كأسفين رئيس. عمر طبعا. شكرا زين. شاهدتم فيلم المندس، ننتظر إذن استطلاع آرائكم جميعها والأسئلة التي تريدون أن تطرحوها من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة أو من خلال الدخول على كلتا صفحتي البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أسئلنا آرائكم في النقاط التي تضمنها الفيلم وسنقوم باستعراضها مع الزميل زين وضيوفه الكرام. إليك زين. شكرا لك عمر. والمفاجأة أن مهند جلال الناشط الذي اندس وسط البلطجية سيكون معنا بعد قليل، لكن نشاهد أولا هذا المقطع من الفيلم ثم نواصل أو نبدأ النقاش في مصر ليلة مع الناشط مهند جلال. ابقوا معنا. في برنامج اسمه بيكاسا، برنامج ده أصلا معمول عشان يأركايف الصور بتاعتك ويتعرف على الأصدقاء اللي عندك، أصدقائك اللي موجودين في الصور، ويبتدي يقسمهم لك على ان مثلا صاحبك الفلاني ادي صوره كلها موجود في الصور الفلانيه. بص هو هنا بيكاس عمل ايه؟ ان هو بيقول لي هل الست دي هي الست دي؟ بص هو بيبتدي يطلعها لوحده. طبعا انا ايه؟ التحجيبه ونفس المكان ونفس الصوت، فبقول له اه هي دي وهي دي. طبعا القصه مش مجرد ان انت معاك شويه صور وبتحولها. لا، الفكره ان انا كمهند متاكد ان الشخص ده هو الشخص ده. تأكدت منين؟ لما بنزل على الأرض وأشوفهم على الحقيقة ابتدي أتأكد آه ده هو ده. لما ندخل كل الصور والفيديوهات اللي اتصورت من أول فبراير 2011 حتى يومنا هذا لكل البلطجية وكل الشرطة كمان، كل البلطجية وكل الشرطة وكل الناس اللي اعتدوا على المتظاهرين، هقدر في الآخر أقول إن مثلا الشرطي الفلاني اللي اعتدى على المظاهرة الفلانية هو اللي اعتدى على المظاهرة الفلانية في المكان الفلاني بعدها بسنة أو اتنين. وده كان دوري بقى. وأرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الناشط مهند جلال المندس. أهلا بك مهند. أهلا بحضرتك. رحلة طويلة جدا، يعني مش أي حد، مش أي عقلية بتفكر بالشكل ده، إنه هو طب نشوف من الناحية التانية، طب مش عارف إيه، طب كاميرات سرية، طب سيرش على الإنترنت. أنت كنت عايز تحقق إيه يعني تحديدا؟ لأن ما كانش واضح لك حاجة ساعتها لسه. هي الفكرة ان انا كنت عايز افهم، يعني احنا ما اتدربنا في العباسية وتحصل علينا الكماشة دي، فانت يبدو انها في حاجة مش مظبوطة، ان هي مدبرة او حاجة، فانا كنت عايز افهم. فانت عارف ايجر بقى ان انا افهم كل خطوة بتزود التانية، ان انا افهم هي القصة دي بتتنظم ازاي، هل هي عشوائية ولا هي منظمة يعني. وانت وصل، يعني هقول لك بقى بالمصطلح القانوني، استقر في يقينك انه ما فيش حاجة على رأي شفيع، يعني مفيش حاجه في المتسابه، كله لا لا لا، كل حاجه منظمه تماما يعني. كل حاجه منظمه تماما، واليوم نشطاء على الارض بيشتغلوا وبينزلوا، يعني واحد ساكن في مدينه نصر والمسيره دي هتعدي من مدينه نصر، ياخد كل اصحابه وينزلوا على المسيره ويصوروها ويقولوا ايه ادينا اهالي مدينه نصر ضربوا المسيره الفلانيه وهكذا، والاخبار طبعا تنشر. انت صورت حاجات كتير، لكن في حاجه مهمه قوي انت فقدتها في المظاهرة اللي انت انضميت اليها وقلت صورتهم. احساسك ايه لما فقدت الفيديو الوحيد اللي يوثق ضرب نار على اللي انت صورته؟ فيديو وحيد ليك انت صورته اللي بيوثق ضرب نار من الشرطة على المتظاهرين. مفيش، انا يعني جالي حالة ذهول طبعا. انا ازاي انا كنت غبي كده يعني؟ ازاي انا اتبسطت قوي للدرجة دي وبعدين اكتشفت ان في ناس من المتظاهرين معاهم، لدرجة ان في ناس صحابي عارفيني كانوا واقفين جنبي مش يعني مش فاهمين ايه اللي بيحصل. فطبعا هم ما عرفوش ياخدوا مني غير الكاميرا وساعتها، بس
بس خدوا الفيلم يعني. اه طبعا خدوا لان انا نسيت عامه انزل ميموري كارد. طب ليه ما عرفتش تصور تاني بقى بما انه كان عندك وسائل احدث كاميرات اصغر ولا ما حصلش تاني قدام عينك يعني؟ تقصد بعد احداث بعد ما مرسي كسب تقصد؟ لا هو الفكره ان انا قلت لهم ان لازم اللي يعمل كده منظمه او مجموعه يعني ما ينفعش يبقى شخص يعمل كده لان تخيل لو انا عندي داتا بهذا الحجم وكبرت معايا جيش وشرطه يعني الباور ده ما ينفعش يبقى في ايد شخص يعني الموضوع هيبقى كبير جدا. الحاجه الثانيه ان اول ما ابتدى ينزل بلاك بلوك والناس الملسمه بدا الامر كله كانهم بالنسبه لك واحد. انا ما اقدرش لازم يبقى في شباب في الارض مراقبه الناس دي وبيشوفوهم لما بيخرجوا ويفكوا اللسان يعني الموضوع اكثر تعقيدا. فدي كانت انت كده كشفت خلاص ما يعني مهند لم يعد مندسا. مهند بس الفكره باقيه. لكن الفكره باقيه. الشباب اللي ممكن يعمل كده دلوقتي لانه هو على فكره يعني احنا مش اكيد احنا مش بنحرض اي حد ان هو يروح يبقى عنده سلطه وباور ويروح يراقب الناس، لكن اذا كان هذا سيمنع ازهاق ارواح وسيكشف حقائق للمصريين فده واجب من ضمن واجبات المواطن اولا. المواطن الشريف، مش المواطن الشريف بجد، مش الشريف. ومن ضمن يعني من ضمن واجبات الصحفي ثانيا. الشباب اللي عايز يعمل كده انت تنصحهم بايه بعد ما كل حاجه انت كشفتها تقريبا الكاميرات يعني دلوقتي اي حد هيمشي لازم هيتفتش؟ لا بص هو الامن عندنا مش بالذكاء ده، ولكن طبعا لازم الشباب ياخدوا احتياطاتهم بشكل يعني كانه متراقب، يعني هو يحس يتعامل مع كل شيء حواليه كانه متراقب. الحاجة التانية ان هو يشتغل في مجموعات صغيرة وما يقولش لحد على اللي هو بيعمله مهما كان صلة القرابة. هو يعني كأنه قطعة شطرنج في لعبة مش المفروض ان انت تقول لحد انت هتعمل ايه او وهكذا. هي انت بتحرك، كلنا لينا هدف واحد، مش مهم انت ماشي ازاي. فلان في بعض الشباب ممكن يجي لهم غرور شوية، ده انا كنت في المكان الفلاني، ده انا شفت في المكان الفلاني وهكذا. فده يعني لازم ولو صور حاجة ما يهتفش في المظاهرة صورته. لا طب خلينا نشوف، انت كمان دخلت قصر الاتحادية وصورت جوه القصر بكاميراتك السرية، وربما تكون دي اول حد يعني نعرفه في التاريخ يدخل يصور في منطقة يعني مكان سيادي زي قصر الرئاسة ويخرج سالما يعني ويذيع الفيلم. خلينا نشوف انت عملت ايه وبعدين نواصل النقاش. ابتديت اشوف صحابي اللي ليهم علاقه بالاسلاميين، لقيت واحد صاحبي كلمته، هو كلم حد طبعا انا مش هقول اسمه، فكلمته فقال لي هنشوف لك، احنا مش هينفع ندخلك القصر الاتحاديه لانه متراقب، خلينا نقابلك في مكان قريب من بيت مرسي. قال لي قال لي والله كده، قال لي قصر الاتحاديه متراقب. بعد كده كلمني تاني يوم الصبح قال لي ايه، قال لي لا خلاص ظبطنا في الاتحاديه. طبعا انا كنت يوميها مرعوب، اولا ان انا طبعا انا خايف من الاخوان، وقررت ان انا ادخل معايا كاميراتي الهيدن ادخل بيها جوه. كان معايا ساعتها الساعه، وكان معايا كاميرا تانية صغيره كده قد حجر القلم. انا كنت عايز اعرف، هو قال لي قبلها بيوم ان قصر الاتحاديه متراقب، هو انت ازاي رئيس جمهوريه قاعد في مكان مراقب وهو ما عندوش كنترول عليه؟ فقلت لو انا عرفت ادخل بالكاميرات دي يبقى كده خلاص، احنا كده هم كده ما عندهمش اي سيطره على القصر، وكده احنا يعني البلد كلها متسلمه. فتشوني تفتيش يعني، طلعوا كل حاجه وما خدش باله من الكاميرا اللي هي الشكل اللي انا، ودخلت بالكاميرتين. دخلت قعدت مع مجموعه جوه، كان من ضمنها ناس في ديوان عام الجمهوريه. المهم انا قعدت معاهم جوه بالظبط ساعتين ال 10 دقائق. هو طبعا استغرب جدا ان انا ازاي انا شخص لوحده عمل كل ده. قلت له دول فلان، دول بيتعاملوا مع العسكر، دول اللي اعتدوا على حمل الكاذبون، المجموعات دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه وكده. فهو قال لي انا يهمني العسكريين، يهمني العسكريين دلوقتي تقول لي ايه اللي كان بيعتدي على المتظاهرين او كان بيتعاون مع الفلول، هتقول لي مين دول، انا عايز كل صورهم كل البيانات عنهم. قلت له طب والباقي؟ فقال لي الباقي
طبعا بقيه الكلام مهند، انه قالوا لك اذا كانوا متظاهرين بتظاهروا فده شيء طبيعي وما نقدرش نعمل لهم حاجه، الشرطه اللي تتعامل معاهم اذا تجاوزوا القانون. لكن هل رد الفعل لما دخلت الاتحاديه ووافقوا يقابلوك وخدوا المعلومات منك، كان رد الفعل اللي قالوه لك ده كان متوقع بالنسبه لك؟ لا ما كانش متوقع. كنت عايزهم يعملوا ايه؟ انا هو دلوقتي هو ما كانش معايا الجيش والشرطه. فهو دلوقتي كل الناس المتظاهرين او اللي هيعمل اعمال عنف او بيعمل اي حاجه في الشارع هم ما يعرفوش عنهم اي حاجه. فهو المفروض كان يعمل مجموعات او حاجه تبتدي تشوف الناس اللي هتعمل اعمال عنف. هيعملها منين يعني؟ يجيب ناس من الشارع يعني؟ لا يجيب طبعا، اصل احنا هنا بنتكلم ان الاخوان ليهم عدد كبير جدا. يعني كان المفروض الرئيس، ما هي دي المعضله، انه الرئيس يكلف الاخوان ان هم يعملوا حاجه زي كده؟ الاخوان او اي حد بيثق فيهم. هو يعني خد بالك، هو رئيس جمهورية لما جه ما كانش كل الناس عايزاه، فمش كل الناس هتقف معاه. يعني انا 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 مش اخوان، بس هي الفكرة ان انا ما كنتش عايزه يفشل. يعني كنت عايزه يفشل لما هو يبقى عايز يفشل، مش هم يفشلوا. فكنت متوقع ان هو ممكن يعمل اي مجموعات بيثق فيها، تنزل شباب بيثق فيها وتنزل تصور الناس دهياته وتسلم الكلام ده للشرطه او تعرضه على الناس، على المواطنين، بحيث ان هو يا جماعه ادي فلان وادي فلان وادي فلان، والشرطه ما بتمسكهمش. يعني حط المواطن في طب وهي الشرطه، لان هو الكلام ده انت عرضته 11 اغسطس 2012. 12 اغسطس 2012 كان في الاعلان الدستوري بتاع مرسي اللي شال فيه طنطاوي وعنان بالظبط، وبدين كمان اللي راح الصين اللي هو رئيس الشرطه العسكريه. تفتكر في علاقه بين الاثنين ولا ده حاجه ودي حاجه؟ ما اعرفش، بس يبدو ان هو كان عنده البلان اوريدي، فهو كان عايز يكمل بقيه المجموعه اللي هتروح كلها مع بعض او حاجه كده. بس لا اعتقد هو كان عنده بلان من قبلها يعني. طيب الشباب اللي انت صورتهم دول كلهم حد فيهم اعتقل بعد كده ولا الشرطه السني ومش السني؟ لا دول كلهم في حملة السيسي دلوقتي. والله طبعاً. لا. يعني انت عارف منهم ناس حاليا؟ ايوه طبعا كل دول. مين زي مين كده؟ احمد عبد الغني ومهند دول الظاهرين في الفيديو. احمد عبد الغني ده الناشط السياسي اللي قبضوا عليه بالخرطوش. ايوه ده والمحلل السياسي بالخرطوش وخرجوه بعد كده على بدون كفاله وبدون غرامه، وتصوروا معاه كمان. وتصوروا معاه يعني. ده في حملة السيسي. طبعا. كل المجموعات دي ومهند كذلك. حتى هتلاقي عنده على الفيسبوك على البروفايل يعني. فهم كل المجموعات دهيت اصلا، والمجموعات اللي ما ظهرتش لان ده عدد قليل جدا من اللي عندي. يعني احنا بنتكلم في حوالي 600 شخص. طب انت وقفت بقى ولا يعني موضوع البروفايلنج اللي انت بتعمله دوت، ان انت لا وقفت ولا شغال لسه؟ لا شغال. ونفس الظاهره دي مستمره لحد دلوقتي؟ موضوع مواطنين شرفاء طبعا. موضوع ان يقال ان المواطنين اعتدوا على المسيره الفنيه. بيتفقوا وبيتقابلوا وبينزلوا يعني. سواء المجموعات اللي انا عارفها او مجموعات تانية شغاله، بس هو الموضوع ابتدى يكبر. يعني ابتدى دايرته توسع بالنسبه لي، فبقى حتى انا مش قادر استوعب العدد. طيب انت ربطت بينهم وبين حمله تاسفين الرئيس، لكن هل قدرت تربط بينهم وبين المجلس العسكري وبين الشرطه وبين اجهزه في الدوله ولا لا؟ هم ليهم علاقه طبعا بحمدي بدين، وليهم علاقه بشرطه عسكريه، وفي تصوروا معاه. تصوروا معاه. وهم لا هم لما بتشوفهم قدامهم هم قاعدين بيتكلموا معاه، وهو بيقول لهم بيقول للناس لو حد مش من المنطقه يا جماعه قولوا لنا ومش عارف يعني. مهند انت دورك مندس انتهى. طبعا. انت شغال ايه بقى؟ انا كنت بشتغل مهندس كمبيوتر في شركه ياهو ايجيبت، وياهو قفلت مكتبها في مصر بعد الانقلاب. صحيح. راحت دبي. لا هي كان ليها فرع في دبي، بس هي عملت فرع في ايرلندا. هم ابتدوا يشكوا في اللي بيحصل في مصر من اول ايام البلاك بلوك، فخلعوا بدري. وانت ده ما زالت وظيفتك لحد دلوقتي ولا؟ لا لسه يعني لسه بدور على شغل يعني. تحب تقول ايه اخيرا للمصريين او للشباب اللي زيك كده اللي امنوا بالثوره وبعدين انتهت الى هذا المآل؟ بقول لهم كملوا حتى لو لوحدكم. أنا ظهوري ليه تمن، إن الناس تفهم إن في أفكار تانية غير إنك تنزل تتظاهر وتتضرب وتروح. لأ في طرق تانية سلمية جدا ممكن تقدر تبوظ المنظومة دي من جواها وتفتتها تماما يعني. مهند جلال شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا مشاهدينا سنواصل النقاش حول فيلم مهند، فيلم المندس، لكن
بعد قليل في الفاصل الذي سنعرضه عليكم بعد قليل، أو في حتى نتذكر جميعا قصة حمادة المسحول اللي تحدث عنها مهند في الفيلم. حمادة المسحول طبعا كان حديث الساعة بواقعة الاعتداء عليه المزعومة، والتي تبين فيما بعد أنها كانت تمثيلية. نتابع هذا المقطع من الفيلم ثم نعود بعده لنستكمل النقاش في مصر الليلة. في اللحظة دي ابتدى حد تاني يظهر من اسفين يا ريس، موجود معاه في المشهد الاعتداء. شايف ده؟ ده حمادة صبري المسحول بتاع الاتحادية. كل ده مين اللي بهدلوك؟ يعني انت مين اللي بهدلوني؟ متظاهرين، ده قلبونا حتى المحفظه خدها منهم، ما خلوش معايا حاجه. انا عايز اسالك، انت غيرت اقوالك النهارده فمع النيابه؟ فندم قلت الحقيقه بتاعت ربنا. ايه قول لي الحقيقه بتاعت ربنا؟ قلت ان هي الشرطه اللي ضربتني وسحلتني ضربت بالرصاص. كان ليه صور عندي من المظاهرات اللي كانت في مصطفى حمود اسفين يا ريس، فتلاقيه ظاهر هنا في المقابله اللي اتعملت. مجموعة أسفين يا ريس راحوا قعدوا مع عمر سليمان عشان يطالبوه بترشح رئاسة الجمهورية. وبعدين كان ليه فيديو مشهور قوي من أسفين يا ريس قدام أكاديمية الشرطة. رئيس مبارك ما ينفعش إهانته، يعني ده كان رئيس مصر أكتر من 30 سنة. لما تشوف حمادة صابر من على الحقيقة وتشوف له أكتر من فيديو في اتجاهات مختلفة بتقدر تعرف، حتى لو هو ملثم تقدر تتعرف عليه. ده فيديو صوره مصطفى بهجت لأحداث محمد محمود الأولانية، اللي هي أحداث محمد محمود المشهورة في 2011 للداخلية، وهي بتضرب المتظاهرين. مين الموجود في الظهر هنا؟ هو حمادة صبري. طيب أنت هتقولي هو إزاي ملثم أصلا وأنت عرفته؟ طبعا بعيدا عن إن أنا شفته في الواقع فبقدر أميز هل هو الشخص ده ولا لأ. طيب هو لابس إيه هنا؟ هو لابس هنا بلوفر فيه اخضر واحمر واصفر. طيب تعالى نتفرج على الصور اللي متصوره له اللي عندي اهو. البلوفر هو ده. ولمناقشه ابرز الملفات التي فتحها فيلم المندس، ارحب بضيفي في استوديو مصر الليله، دكتور معاذ عبد الكريم الناشط السياسي احد شباب ثوره 25 يناير، ومحمود إبراهيم منسق الحملة الإلكترونية للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وعضو الحزب الوطني السابق. أهلا وسهلا بكم. الحزب الوطني المنحل بقى، بما إن إحنا ماشي المنحل مشكلة يعني إذا كنت أنت عايزه منحل فهو لا هو منحل حكم محكمة. معاذ، هل في أي مفاجأة في الفيلم؟ أنت شفت فيلم ولا ما شفتوش الأول؟ طبعا تابعت الفيلم. في البداية أنا أشكر مهند على العمل، يعني رائع العمل التوثيقي الهام لرصد أحداث كبيرة وكتيرة في الثورة، وفسرت لنا كتير من الجرائم والأحداث اللي كانت بتحدث. في الحقيقة أنا عايز أركز على كم نقطة. أول حاجة كلمة المواطنين الشرفاء. المواطنين الشرفاء دي أول ذكر لها كان في أحد بيانات القوات المسلحة، أعتقد البيان رقم 6 أو 7. وده تأكيد على دعوة المواطنين الشرفاء لحماية الوطن وما شابه. دي أول نقطة عايز أركز عليها. النقطة الثانية يعني الربط البداية من هم المواطنون الشرفاء. الربط الثاني بقى فكرة تفرقة الناس ما بين تيارات وطوائف. يعني في الحقيقة كان في ناس متظاهرين في ميدان التحرير، بدأت عمل ميدان ثاني علشان خاطر يشد الزخم اللي هو ميدان روكسي اللي كان بيتجمع فيه الفلول. وبعد كده بدأ يعمل ميدان التحرير والثورة نجحت وسقط مبارك، بدأ المجلس العسكري يصنع ميدان آخر سماه ميدان العباسية. فالصورة علشان تبقى واضحة، احنا في مشهد متصل من اول يوم موقعة الجمل، وهؤلاء الافراد موجودون ويؤثرون في المشهد بالعنف وبالجرائم، مرورا بقى بكل الاحداث. لو جينا رصدنا احداث البلاك بلوك، لو جينا رصدنا احداث العباسية 1 و2، وانا كنت موجود فيها، يعني انا بشوف فعلا المناظر دي. احنا عمرنا ما عملنا كده، احنا ما جيناش عشان نعمل عمل زي كده. مين جايين يضربونا؟ وجايين يضربوك في العباسية، وجايين يضربوك في الاتحادية، وهو مواطن هنا ومواطن هنا. طب هو ايه علاقته بالموضوع؟ وحسب الفيلم باين انه الجيش كان بيسيبه. انا هقول لحضرتك اعظم موضوع الجيش والشرطة، يعني بس الجيش
أنا كنت يوم بعد أحداث العباسية بيوم واحد تم القبض على عدد كبير من زمايلي ورحنا المنطقة العسكرية تحقيق سين 28 الموجودة في آخر مدينة نصر. وعندها أنا أذكر أن أنا كنت موجود وكان سناء سيف ونور أيمن نور وعدد من النشطة موجودين وعايزين ندخل أكل وشرب للناس. وفعلا خرج أحد الناس واحدة ست وبدأت تشتم فينا، وبعد كده الجيش طلع قوة من بتوع الشرطة العسكرية اعتدي على الناس لو يعني لما بدأت يعني تهتف ضد أداء القوات المسلحة. فأقصد أقول مدى ارتباط طبعا سين 28 دي منطقة التحقيق العسكري دي في منطقة صحراء كل اللي فيها فيه مجرد كشك فاكهة بتاع مخابرات حربية موجودة على نصي دي الشارع فقط، ولكن طلع لنا ناس من بتوع عصفين يا رئيس من جوه سين 28 عشان يحتكوا بالناس عشان يفضوا المنطقة. فكان على طول فكرة زريعة صناعة الطرفين وجود القوات المسلحة وجود بعض عناصر القوات المسلحة وتحديدا كان موجود حمدي بدين والنائب بتاعه ظل موجود وأشرف على هذا الوضع. فأظن هو مرتبط تماما طول المرحلة السابقة. محمود الفيلم والناشط مهند جلال بيقول بشكل واضح انه المواطنين الشرفاء ده تنظيم رموزه السيناء رئيس، يقف وراءه أجهزة في الدولة، الشرطة العسكرية، المخابرات الحربية، أحيانا أمن الدولة، ربما رجال الحزب الوطني وحضرتك منهم ثانيا أو ثالثا، لكن هو في الآخر مش لا يتحرك المواطنون بشكل عفوي ولا عشوائي، وإنما ورصد جاب صور الناس في أماكن مختلفة ضد ناس بعينها، منها مثلا جنازة جنود رفح اللي كان المفروض يحضرها الرئيس محمد مرسي لكن بدأ حصل فيها أعمال شغب. ليه إيه مصلحة أي أجهزة في الدولة إن هي ترعى تنظيم المواطنين الشرفاء اللي هم البلطجية للقضاء على الثورة بهذا الشكل؟ لازم نتفق انه الاستاذ مهند، انا للاسف ما لحقتش اشوف الفيلم كله، انا شفت مقاطع مختلفه منه، لكن لازم نتفق انه الاستاذ مهند هو تفسيره هو ان هناك اجهزه ترعى وارتبط، يعني هو ربط ده من اللي انا شفته بانه الناس بتتصور مع حمدي بدين ومش عارف ايه في بتاع، ودي يعني انا ممكن اعتبرها صور تذكاريه، يعني الناس بتنزل في الشارع بتقابل اللي هو مشهور ممكن تصور يعني مع سيادتك. تتخيل مثلا، بس انا عايز ادخل لحاجه تانية. تتخيل مثلا انه حد من المسجونين دلوقتي ممكن ياخد صور ممكن لا هم على الجانب الاخر، لا انا هقول لحضرتك على حاجه، هو على الجانب الاخر كل واحد بيتصور مع الرموز بتاعه القطار بتاعه. فانا احب اتصور مع اللواء عمر سليمان، احب اتصور مع احمد شفيق، احب اتصور مع حسني مبارك. على الناحيه الثانيه الدكتور معاذ يحب يتصور مع البرادعي، يحب يتصور مع علاء الاسواني، يحب يتصور مع رموزه، الناس اللي هو حاسس ان هم بيعبروا عنه. الشرطه مش رموز، الشرطه بتاعتك وبتاعت معاذ. حلو، هو لو راح يتصور مع اللي مع مع اللي هو حمدي بدين، اللي هو حمدي بدين هيقول له لا، واللي هو حمدي بدين الدكتور محمد مرسي كرمه وعينه يعني في الصين ملحق عسكري. لا هو شاله مش كرمه، يعني هو وداه ملحق عسكري في الصين، ده تكريم بالنسبه لي لانه من الشرطه العسكريه، من رئيس الشرطه العسكريه الى ما حبسوش، قائد الشرطه العسكريه الى ملحق، ما حبسوش، وداه عضو المجلس العسكري فندم، بس هو ما حبسوش خلاص، وودى الدكتور وودى المشير طنطاوي. بس انا عايز اخد اللفظ اللي هو تم ذكره وهو المواطنين الشرفاء. في المقابل المواطنين الشرفاء كان عندنا لفظ تاني احنا بنردده من الناحيه الثانيه اللي هم الشباب الطاهر. فاحنا عندنا دي باختصار، يعني انا غير مهتم بكل هذه لان هي دي الفوضى بالنسبه لي. كل هذا المشهد هو مشهد الفوضى مجسدا. فنجيب بقى حته صوره من هنا وواحد من هنا وواحد يندس الناحيه دي واثنين يندسوا من الناحيه دي، انت هي الفوضى ايه غير كده؟ لا هذا الفيلم، هذا الفيلم مش اسمح لي، لا انا بتكلم مش الفيلم الفوضى، انا بتكلم انه هذه الفوضى، هذا الفيلم يوثق بالصور. وانا هقول لحضرتك بقى توثيق، انا هقول لحضرتك على توثيق. احنا لما في الحلقه يا بالتواريخ، اسمح لي بس، وبالتواريخ اشخاصا بعينهم يتحركون بصوره محدده ومعلومه تمام، وتكاد تكون متكرره، ويستهدفون اناسا بعينهم اللي هم الصور. واسمح لي انا الجانب الثاني، اذا احنا بنتكلم على تنظيم اسمه المواطنين، انا هقول لحضرتك ولا نتحدث عن مظاهرات ذكر اسماء عشان ما حدش يزعل. خلاص احنا تم حرق مقر حمله الفريق احمد شفيق حينما وصل الى مقر الى جوله الاعاده. اللي حرق المقر متهم بالاسم ومتصور وموجود في مظاهرات قدام نقابة الصحفيين، موجود قدام مقر حملة الفريق أحمد شفيق، موجود في كل المظاهرات ومتصور وموجود وبيقف يعمل كده وكده وكده وبتاع ومتهم بالاسم. خلاص، والفريق أحمد شفيق تنازل عن
هذا البلاغ ضد هذا الشاب في الاخر. قال لك شاب وابننا وبتاع ونتنازل عنه في ده جانب تاني، ما هو واحد اهو من الشباب وغيره وغيره يعني وغيره. انت عايز تقول ان ونوره نجم، انا هقول لحضرتك على حاجه، نوره نجم كانت موجوده مثلا من ضمن الاسماء اللي هم جابوها من عشان هي جت في الفيلم، جت في الفيلم نوره نجم كانت وهو موجوده، وهو يعتدى عليها من جانب احد هؤلاء الاشخاص المتكررين. كل الحوادث الكبيره اللي حصلت كانت حاضره وموجوده من البدايه. ده مش معناه انه ان انا بنزل مظاهره او ان انا موجود فيها، انه لانه عاده، وده اللي حتى الشباب الطاهر بيقولوه دايما، لو الشباب الطاهر تحفظ على لفظ الشباب الطاهر دي، واي سخريه اي سخريه او اي الفاظ، لا مفيش حاجه اسمها الشباب الطاهر، في طهر فعلا وفي فلول فعلا. نشوف مشاهدينا ايه رايهم في الفيلم، واذا كان لديهم اي اسئله مع الزميل عمر فياض. اتفضل عمر. بدايه زين انوه على معلومه ارسل لي احد المقربين من الوسط الفني بدون ذكر اسمه انه تعرف على احد الصور التي علقها مهند على السبوره في الفيلم، وهو يدعى محمد نشأت، هو ممثل ومذيع في احد الراديوهات، ونزل له فيلم اسمه الدساس حاليا في السينما، وعضو في حملة شفيق سابقا وأسفين يا ريس. أنا عايز أقول لك على محمد نشأت ده كمان، مش هو صحفي كمان بتقول؟ نعم، يعمل في أحد الراديوهات في مصر. هو كان كتب هدد أحد الزملاء الإعلاميين بالقتل، إذا كان هو الاسم صحيحا يعني. على الفيسبوك. لا، من رسلني أحد نشره في المصر اليوم. نعم، من رسلني أحد من المقربين من المجال الفني دون ذكر اسمه. أيضا الصحفي عبد المنعم محمود يقول المندس يفضح الفلول والعسكر ودراويش مرسي كما وصفهم. تعليقات أيضا كثيرة جاءتنا حول هذا الموضوع، نحاول أن نستطلعها باستمرار خلال هذه الحلقة. أيمن على فيسبوك يقول المقدمة فكرتني بثورة يناير، حقيقي ثورة عظيمة وربع أعظم إن شاء الله. تعليق لعبير تقول زي الجواسيس اللي كنا بندسهم لليهود علشان ينقلوا أخبارهم، هكذا تعتبر دور مهند. أما هذا المشارك فيقول فيلم جامد جدا، في أي مصيبة ابحث عن العسكر. تعليق أيضا لمحمد يقول الراجل اللي اسمه مهند ده برنس، يشكر مهند. تعليق لأبو حمزة يقول المندس حط نفسه تحت قائمة مطلوب حيا أو ميتا من قبل العسكر، بطل يا مهند. كانت هذه يعني بعض التعليقات التي جاءتنا على فيسبوك. أما تعليقات تويتر فسارة جمال تقول ما ينفعش كان يطارد الفيلم ده، لأنه بكده الجيش والشرطة هيتلف أو هيلتفت نظرهم لفكرة أنه ممكن في وسطهم شباب مندسين من الثوريين لتصويرهم وفتحهم بدون علم، فحيركزوا أكتر في اللي وسطهم. تعليق لأسد الله يقول ده مش مصور، ده مجاهد بدرجة ثوري علق روحه على كفه في أحداث الثورة علشان يورينا الناحية الثانية من قلب الحدث. تعليق لأبو إبراهيم يقول نرجو الإعادة، نور قطع ويفضل قطع ساعتين زي ما يكون بيقطعوه بالعند علشان ما نشوفش الفيلم. وهذه التدوينة تكررت من مشاركين كثر على بس احنا هنعيده تاني الساعة 5 الفجر إن شاء الله. وأيضا الفيلم موجود الآن على كلا صفحتي البرنامج، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وأيضا على صفحة الجزيرة مباشر مصر. تعليق لأحمد يقول أنا خايف بعد فيلم المندس الناس كلها تنزل مع مؤيدي السيسي ويراقبوا بعض وما نلاقيش شباب تقاوم حكم العسكر. تعليق لأبو أسد يقول بعد نجاح الثورة مكانك الطبيعي المخابرات العامة المصرية، برافو مهند. آخر التعليقات على تويتر لأبو ياسين، على النعمة وحشتني موت يا أستاذ زين. أهلا بحضرتك زين. وأنت أكثر يا أبو ياسين. شكرا جزيلا لك. عمر فياض ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من القاهرة. محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، والحركة كانت قد أطلقت حملة عسكر كاذبون خلال فترة حكم المجلس العسكري لمصر بعد ثورة يناير. هل كشف لكم الفيلم محمد كمال بعض من اعتدوا على حملة عسكر كاذبون؟ في البداية خالص التحية والتقدير لحضرتك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ثانيا لي بس بعض التعليقات على ما ذكر وانا بستمع اليه. انت الاول شفت الفيلم ولا قطعوا عليك الكهرباء برضو؟ لا، الكهرباء كانت قطعت الظهر، لسه ما طلعتش لغايه دلوقتي. طيب الحمد لله، انا شفت الفيلم. شفت اخر ثلث ساعه كده. طيب طيب بس الاستاذ اللي على شمال حضرتك مباشره، اللي هو كان عضو الحزب الوطني المنحل، قول له الله يكرمك بس ليس له علاقه بالشباب الطاهر. الشباب الطاهر دول شهداء
احياء عند ربنا. يعني بعيدا عن بعيدا عن هذه المساجلات، لا ارجوك يعني يا استاذ زين، هو بص انا هقول لك حاجه، كلنا طاهرين ان شاء الله ما لم يثبت العكس وهو لم يثبت حتى الان، فكل الشباب طاهر، لكن على اي الاحوال هو مش على اي الاحوال خالص التحيه والتقدير للمندس اشرف مندس في المندسين، وده فكرني بمؤتمر الكل المندس اللي كانت حركه شباب 6 ابريل بتنظمه قبل ثوره يناير 2011، فخالص التحيه والتقدير للاستاذ مهند. ثانيا، كل الاحداث التي ذكرت في الفيلم نحن عيناها وشاهدناها وكنا شهود عيان وكنا مشاركين فيها، فبالتالي نحن لسنا مستغربين، وساذكر لك الكثير من المعلومات التي لم يذكرها الفيلم. في البدايه قصتنا، لكن هل 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 انتوا كان عندكم المعلومات اللي وفرها الفيلم؟ لانه الفيلم راح من الناحيه الثانيه خالص وجاب لك معلومات جديده كبير عن المواطنين الشرفاء. انتوا عارفين المواطنين الشرفاء فعلا بالصوره اللي وضحها الفيلم، ولا الفيلم وضح لكم حاجات ما كنتوش عارفينها؟ لا لا لا، فعلا يا استاذ زين، غالب المعلومات اللي ذكرها الفيلم كانت متوفره لدينا سواء استنتاجا او معلومات حقيقيه. في البدايه بس، هي قصه المواطنين الشرفاء او قصه اعوان النظام من البلطجيه بدات في 2005 و2010 في الانتخابات البرلمانيه، وكانوا بيستخدموها للتنكيل بالمرشحين المعارضين من مختلف التيارات، وحصلت كتير جدا قبل الثوره. تم تطوير الفكره في 2011 لما قيادات الحزب الوطني استعانت بهؤلاء المواطنين في البدايه خالص في موقعة الجمل بشكل واضح جدا، ثم ما تلاها من احداث. طب انتوا عملتوا ايه؟ يعني انتوا كان عندكم المعلومات عملتوا بيها ايه محمد؟ لانه حتى الان المواطنين الشرفاء بين قوسين يعني يعيثون فسادا في البلد ولم يقدم واحد منهم للمحاكمه. ما لم يقدم واحد منهم للمحاكمه، ده حضرتك كده هتخليني اسرع بالحديث عن الجزئيه الرابعه في كلامي. تمام؟ عندما قدم مهند تلك المعلومات الى رئاسه الجمهوريه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ماذا فعلوا بها؟ ده اولا. ثانيا، كنا من ضمن مطالبنا او وعود رئيس السابق محمد مرسي اعاده هيكله مؤسسات الدوله. لو كان الرئيس السابق محمد مرسي اعاد هيكله منظومه الداخليه، لو كنا طبقنا العدل السياسي بشكل قوي، لو كنا طبقنا العداله الانتقاليه بشكل قوي، ما كناش وصلنا للحل. شكرا. اذا كمل محمد سريعا لو سمحت. اذا هم مسؤولون. المعلومه التي اريد اضافتها في احداث العباسيه والتي غفلها الفيلم لا ادري لماذا، ان قيادتين من المجلس العسكري ومعاهم احد الخبراء الاستراتيجيين، ما يسمونه الخبراء الاستراتيجيين، نزلوا العباسيه ونزلوا الويلي ونزلوا المناطق دي كلها في احداث العباسيه الاولى يوليو 2011، واتفقوا مع كل البلطجيه اللي موجودين في المنطقه علشان يهاجمونا، وبالفعل حدث ذلك. احنا كنا هو الفيلم ربما يكون اهملها لانه لم يكن شاهدا عليها، لانه مهند روى فقط الاحداث التي كان شاهدا عليها. اشكرك شكرا جزيلا محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل التي كانت قد اطلقت حمله عسكر كاذبون خلال فترة حكم المجلس العسكري لمصر بعد ثورة يناير. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو معاذ عبد الكريم ومحمود إبراهيم. محمود، أبدأ بك هذه المرة، إذا وصلت هذه المعلومات لرئيس الجمهورية كان المفروض يعمل إيه؟ لا، ما هخليك مستشار بقى للرئيس مرسي. لا، أنا مستشار حملات انتخابية، أنا أعرف أوصله لحد. طيب يعني إيه التصرف الطبيعي اللي كان المفروض يحصل في رأيك؟ التصرف الطبيعي إنه يقدم بلاغ للنائب بكل هذه الأدلة ويلجأ للنائب العام ويقول له إنه في صور وفي كذا. اللي هو عبد المجيد محمود. لا، هو كان جايب النائب بتاعه وطلعت. لا، ما كانش لسه جاي. حتى لو جابه، يعني ما هو جاب بعد كده نائب عام، ما قدملوش ليه الحاجات. طيب دي معاذ، كان المفروض التصرف من رئاسة الجمهورية يبقى إزاي معاه؟ هذه معلومات يعني خطيرة وموثقة وكبيرة وكتيرة، لكن لم تمنع نزول المواطنين الشرفاء في مناطق شتى بعد كده، وأدت في النهاية إلى سقوط حكم الرئيس محمد مرسي. أنا في البداية أتحفظ على ذكر أسامي نوارة نجم وعلاء عبد الفتاح في لقاء زوم. لا، أتحفظ على ذكر أو تلميح على
الزملاء نوارة وعلاء حتى لو اختلفنا سياسيا في مواقف، طيب ولكن يظل رموز محترمة لثورة يعني. طيب فيما يتعلق بسؤالي، فيما يتعلق بسؤالك، أنا أعتقد كان يجب على السلطة الحاكمة أن تواجه ظواهر البلطجة المنظمة التي كان يقوم بها مؤسسات وتدعمها. تواجهها بمين؟ تواجهها بمين؟ يعني أنا بكلم على الرئيس، لأنه الرئيس من الواضح من الفيلم وكلنا عارفين أنه لا الجيش كان معاه ولا الشرطة معاه ولا القضاء معاه، كان هيواجهها بمين؟ أنا يواجهها بالجماعات الإسلامية وبالإخوان مثلا؟ أنا لا ولا يواجهها بمين؟ في تقديري الشخصي كان يجب على السلطة السياسية أن تبدأ جديا في تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الفاسدة التي توغل فيها الفاسدين، التي توغل فيها السارقين، توغل فيها اللي بيمصوا دم الغلابة، اللي عايشين على قوت الغلابة، هم دول لازم كان يتقطع رقابيهم. يعني محمد كمال قال هيكلة الداخلية، طبعا في حاجة تانية كان ممكن من يعمل؟ اول يوم كان يجب هيكلة اعادة هيكلة الداخلية. اتنين عمل مجموعة تنفيذية شرطية من اجل تنفيذ او حماية المتظاهرين، التأكيد على حق يعني انا في النهاية ما بقت ظاهرة الجيش شكراً. بيستدعيها كل شوية عشان يعتدي على المواطنين ونلحظها ولا يتم التصرف شكراً. فيها ده هو ده اللي خلاها تتفاقم. شكرا جزيلا لك معاذ عبد الكريم الناشط السياسي احد شباب الثورة، محمود ابراهيم منسق الحملة الالكترونية لمرشح الرئاسة السابق احمد شفيق، وما زلنا معكم في مصر الليلة. هل كانت صناعة ما يسمى بالمواطنين الشرفاء تتم تحت اشراف جهات امنية وعسكرية؟ نتابع هذا المقطع ثم نستكمل النقاش. تعالوا نشوف الفيديو ده اللي صوره الناشط مهند جلال ونزله على اليوتيوب، والحقيقة يعني انه مفزع مفزع وحزين. اتفضل. وقع الشرطة العسكرية والامن المركزي والبلطجية، مشهد بربري لو كان في بلد تحترم الانسان كل دول يتقدموا للمحاكمة والمسؤولين عنه. مش لغة التبرير ولغة الإهانة في الإنسان. واحد فيهم بيقول له خلاص يا جدعان عشان ما حدش يصوركم يا جدعان. ده اللي هممنا. كيف الأحداث دي إن كل الكلام ده بقى الجيش شايفه، ده حاجة غريبة جدا، هو المفروض يفصل ما بين الناس. بيرموا من ورا، بيرموا من ورا، بيرموا من وراكم أنت يا أخبية، بيرموا من وراكم. ابتدى يبقى في ضرب من ورا الجيش. هتلاحظ حتى الضابط اللي عمل مدرعة قفل الباب بتاعه وتحس ان الحاجه ما تجيش عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لان رطوب مرمي من ورا هنا. احنا اللي بدانا، احنا اللي بدانا. هنا هتلاقيها موجوده في الاعتداء اللي حصل على محمد عبد القدوس في نقابه الصحفيين في 19 مايو 2012، كان يوم معمول للعاملين بقطاع الطيران بيتكلموا فيه عن احمد شفيق والعمل وقتها في مطار القاهره. يا انا شايف ده هو ده نفس. ولمناقشه ابرز الملفات التي فتحها فيلم المندس ارحب بضيفي في استوديو مصر الليله اللواء عادل سليمان مدير منتدى الحوار الاستراتيجي. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. مما شاهدته من الفيلم، هل الصله واضحه بين المواطنين الشرفاء اللي هم البلطجيه وبين المجلس العسكري بكل بقى ما يندرج تحت المجلس العسكري من شرطه وجيش وشرطه عسكريه وامن دوله ومخابرات حربيه؟ هو الحقيقة الفيلم ده ربما تكون أهميته الرئيسية أنه أكد أننا قد عشنا في أساطير كثيرة جدا منذ 25 يناير حتى الآن، لأنه أزال هذه الأساطير. السلطة الحقيقية في الدولة انتقلت يوم 11 فبراير إلى المجلس العسكري، وأصبح له اليد العليا على كل مؤسسات الدولة خاصة الأجهزة الأمنية وكل أدوات هذه الأجهزة. فأجهزة الداخلية بأمن الدولة بجيش البلطجية المتعاونين معها، كل هذا أصبح تحت سيطرة السلطة الحاكمة وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو المجلس العسكري في ذلك الوقت.
وهذه السلطة استمرت حتى الآن. هل هي الطرف الثالث؟ لا، هي خلقت الطرف الثالث. اللي هو مين بقى؟ خلقت الطرف احنا كده عرفنا انه البلطجية ما بيتحركوش عشوائي. لا، هم دول. وانه الطرف الثالث بقى ممكن يكون المخابرات الحربية مثلا؟ لا، المخابرات الحربية أداة من أدوات التخطيط والتنظيم والإشراف على إدارة هذه العمليات. كان زمان بيحصل الكلام ده عن طريق أمن الدولة، لكن واضح بعد ثورة يناير أنه هذه الملفات انتقلت إلى المخابرات الحربية بعد 11 فبراير. بعد 11 فبراير انتقلت كل هذه الملفات اللي هو الشغل اللي من تحت لتحت للمخابرات الحربية. لأنه حصل تغيير جوهري الحقيقة. لازم ننتبه إليه جيدا، لأن ده مهم في فهم المرحلة الجاية. التغيير الجوهري إيه؟ التغيير الجوهري أن مؤسسة الرئاسة وعلى قمتها مبارك كانت تسيطر على المؤسسات الرئيسية التي تحكم قبضتها على الدولة، اللي هي المخابرات العامة، القوات المسلحة، الداخلية بأجهزتها كلها، الإعلام والجناح السياسي. 11 فبراير انتقلت هذه السلطة إلا المجلس العسكري، فلم يعد المجلس العسكري وقيادة القوات المسلحة إحدى مؤسسات السيطرة على الدولة، ده أصبحت هي المسيطرة على الدولة، وبالتالي كل هذه المؤسسات التي كانت موازية لها أصبحت تحت سيطرتها، وبالتالي الجيش استعان بمخابراته اللي هي المخابرات الحربية، واستعان بأمن الدولة اللي أصبحت تحت سيطرته، اللي قبل كده ما كانتش تحت سيطرته، لكن قبل كده كانت بتشتغل عليه. طب هذا الكلام يدين الرئيس القادم، يفترض ان هو المشير عبد الفتاح السيسي، لان هو في الواقع اللي كان ماسك المخابرات الحربيه. بس احنا برضو عندنا تصور مش دقيق لدور المخابرات الحربيه في منظومه المجلس العسكري. المخابرات الحربيه احدى ادارات القوات المسلحه، وهي كمان احدى الادارات الغير مركزيه، يعني ما هيش الاداره مستقله، هي خاضعه تماما للقائد العام للقوات المسلحه. هو الذي يصدر له التعليمات والتوجيهات. فما هوش جهاز زي المخابرات العامه، يعني في لبس عندنا ما بين المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. المخابرات الحربيه احدى اجهزه القوات المسلحه. اوامرها من القائد العام للقوات المسلحه. المخابرات العامه مؤسسه موازيه. كانت موازيه للقوات المسلحه. ده زمان ايام مبارك. ايام مبارك. ده كله ده انتهى بعد 11 فبراير، ويمكن هناك من يقول بعد 28 يناير. لا، الجيش سيطر بالفعل يوم 28 لا يناير. بعد 11 فبراير، معلش انا اختلف مع القول ده. حتى 28 يناير ده كان برضو الجيش تحت سيطرة مبارك. شفنا بقى احنا الجيش في الفيلم كمان وفي غير الفيلم، يعني هو الفيلم جايب مجمع من لقطات كثيرة. شفنا الجيش وهو بيفض التحرير، وشفنا الجيش وهو بيفض العباسية. ده الفيلم دلوقتي لما جاب لنا الكلام ده في سياق المواطنين الشرفاء فهمنا مين بيعمل ايه. لكن هل ده كان واضح زمان بالصوره اللي احنا شفناها النهارده؟ لا، ما كانش واضح. عشان كده يمكن في تعبير بنقول ان اساطير يناير. كان في اساطير كتيره جدا تم تسويقها للراي العام. دي من ضمن الاساطير. يعني ابتدت الاسطوره بانه الجيش نزل كي يحمي الثوره، وانه الجيش هو الذي عزل مبارك وخلعه، وان الجيش كان معترضا على التوريث، وان الجيش كان سعيدا بخمسه. طيب. يعني كل دي اساطير. انما دي حقيقه الامور، الصوره مختلفه كانت. طيب احنا معنا كمان احد شهود العيان على احداث العباسيه التي ظهرت ايضا في هذا الفيلم، معنا الناشط والمحامي والناشط الحقوقي احمد كردي، هو عضو سابق في حركه حازمون، احد شهود احداث العباسيه. اهلا بك استاذ احمد، احكي لنا بعد ما شفت الفيلم ايه اللي اضافه لك فيما رايته من احداث العباسيه؟ هو بصراحة الفيلم يعني بيمثل لي يعني شيء مهم جدا، لان يعني وضح جوانب كتير احنا كنا متاكدين منها بس ما كناش قادرين نعمل لها حصر واقعي ميداني بطبيعه الـ الـ يعني كان ما يعرف ساعتها بمنظومه الفساد او منظومه الطرف الثالث. فهو وضح بشكل كبير كيفيه كان التناغم اللي كان بينهم ما بين مسألة البلطجية من ناحية أو عمليات البلطجة المنظمة، وما بين الحلول وما بين اللي بيدير المسألة واللي بيصرف عليها واللي بينفذ. فوضح جوانب كتير جدا مهمة احنا كنا بشكل أو آخر كنا متأكدين منها، بس هو حدد ملامحها بشكل. إيه أهم حاجة وضحها لك الفيلم أو أكدها لك؟ إيه أكتر حاجة
قلت اه الفيلم فعلا ثبت ان انا كنت صح في فيما اعتقدته. تمام. هي اكتر مساله كانت بتوضح مساله سيطره النظام على يعني معظم اجهزه الدوله، ان فعلا النظام ما سقطش، وان المساله اعاده توزيع ادوار لاحتواء غضب الجماهير وغضب الشارع. لكن انا اسال عن فيما يتعلق باحداث العباسيه، ايه اللي وضحه لك الفيلم في الاحداث اللي انت شفتها بعينك؟ تمام. ان باختصار شديد ان المؤسسه العسكريه هي المسيطره على مقاليد الدوله بجيشها وشرطتها بجيش الفلول والبلطجيه اللي تحت السيطره بمنظومه رجال الاعمال براسماليه وكل شيء، هي يعني كل الموضوع تحت السيطره تحت ايديهم. هل كان في اي اتصال بينكم وبين المجلس العسكري وقتها وقت هذه الاحداث احداث العباسيه اللي هي الجيش فض اعتصامكم اعتصام انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل؟ كان في حاجه واحده بس حصلت، ان نزل حد من اعضاء المجلس العسكري في تاني يوم من الاعتصام، الاعتصام بدا بالليل، تاني يوم الصبح كان في على تقريبا وقت الظهر حد مش متذكر اسمه من اعضاء المجلس العسكري نزل وحاول يفتح كلام مع الشباب، وطبعا يعني الموضوع قبل برفض شديد جدا لان يعني المساله المطالب واضحه. كان بيقول لكم ايه يعني عضو المجلس العسكري ده قال لكم ايه؟ والله لا انا شايف يعني كان بيقول ان احنا الافضل ان احنا نمشي ومصلحه البلد ومش عارف، كان بيتكلم في كلام عام جدا. طب هو مصلحه البلد ان بتسلم لحكومه مدنيه منتخبه، ولكن هي الفكره كلها ان هو كان بيحاول يعني عمليه احتوائيه بحته، وطبعا يعني هذه العمليه الاحتوائيه. طيب انت بقى كنت موجود في الاحداث، يعني الجيش تعامل معاكم ازاي في حينما فض الاعتصام؟ تعامل بشكل غير انساني بالمره، تعامل بشكل حتى ما ينفعش اقول عليه امني، لا يعني شيء وصف امني ده محترم جدا، لا الموضوع كان اسوأ مما اي حد تخيل. كان المساله بدات بعد صلاه الجمعه، وبعد ما المسيرات اللي بدات تيجي من مختلف المناطق تنضم على الصور اللي كانوا في محيط منطقه العباسيه، بدا يحصل ضرب ما بين القوات الموجوده بشكل مفتعل، بدات القوات تتعامل مع الناس يعني القوات بتحدف طبعا الناس، والناس بيردوا او بيدافعوا عن نفسهم، الاصابات بدات تكتر، الناس بدات تتحفز اكتر. بعد كده بدا مساله استخدام يعني اشكرك الغاز، والمساله يعني بقت بشكل عجيب جدا، اتطورت بسرعه في اقل من نص ساعه بقت المساله كارثيه، الاصابات زادت، المستشفى الميداني ما عادتش قادره تقبل اعداد من المصابين. شكرا. وفوجئنا مره واحده بان الحواجز اتشالت وبدات القوات تمشي في اتجاه الناس، فبدا الناس يتراجعوا ورا، بدات مرحله جديده بقى ان يعني نقدر نقول عليها دهس الناس. الناس كانت في الناس اللي كانت بتدوخ من الغاز وكده، كان منهم ستات واطفال، وكان كان مظاهره عاديه جدا سلميه جدا، بدات القوات دي تدوس عليهم بالجزم. شكرا. كان جزيلا. شفت مناظر يوميها يعني فظيعه جدا. شكرا جزيلا احمد كردي عضو حركه حازمون احد شهود العيان على احداث العباسيه وفض الاعتصام امام وزاره الدفاع، اشكرك شكرا جزيلا. نشوف ايضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيد من التعليقات على الفيلم وعلى النقاش الذي دار بشانه حتى مع الزميل عمر فؤاد. تفضل. نعم زين، حاولنا نرصد كثير من التعليقات حول هذا الفيلم، وجاءت بالفعل الكثير والعديد من التعليقات، ولكن لفت الانتباه تعليق لصحفي وهو عمرو صلاح الدين يقول: لطيف ان احنا هيطلع عنا في المهنه اكثر ما هي طالعه واحنا بنصور من الناحيه الاخرى كصحفيين، وذكر المعاناة التي يتعرضون لها خلال عملهم الصحفي منذ 2011 وحتى الآن، وحتى فض اعتصام رابعة، ثم يقول المصورين الصحفيين على الأرض هيدفعوا ثمن كبير للمندس، هندفع ثمن فيلم متأخر سنة على الأقل. أيضا تعليق ملفت لأسماء تقول: يا ريت لو كان عندي مهند في المنصورة نفس القصة تقريبا، بنبقى عارفينهم بالأسامي ومناطق سكنهم، ووقت ما كنا بنحاول نفضحهم كان نهدد من قبل الأمن. تعليق أيضا يقول: فيلم أكثر من رائع وفعلا وضح كل حاجة كانت بتحصل، بس غلطة الإخوان ساعتها أنهم استهتروا بكل ده، وده اللي خلى الانقلاب يحصل بسرعة. وآخر التعليقات أيضا الملفتة كان لمحمد يقول: أتوقع اغتيال الأشخاص الذين ظهروا في فيلم المندس وإلصاق التهمة بالإخوان بعد اغتيالهم. تعليقات كثيرة أيضا من على الصفحة مباشرة. فصبوحة تقول: محتاجين شوية مهندين حلوين يكشفوا لنا حاجات مستخبية كتير. تعليق لإبراهيم يقول: نحب نشكر الرئيس مرسي على مساعدته في إتمام الانقلاب العسكري. تعليق لمحمد الماجيك يقول: فيلم المندس ده
فجر الكثير من المفاجآت والأسف أثبت أن الإخوان والإسلاميين ليهم دور كبير في اللي احنا وصلنا له بسبب حسن النية بتاعتهم دي، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نلقي كل اللوم على المظلوم وننسى الظالم وهو العسكر والمواطنين الشرفاء. آخر التعليقات على فيسبوك لوسام يقول بجد فيلم روعة، كشف لنا حاجات كتير وشكر جامد جدا لمهند، ويا رب نشوف مصر كلها مهند. تعليقات تويتر عليها تعليق لمحمد الأزهري يقول هو كده في عهد السيسي البلطجية شرفاء والرقاصين ورقصات ثوار هكذا يصفهم. تعليق لإسلام يقول إزاي معاك العمل الرائع ده وساكت لغاية النهاردة. تعليق لمحمد سيد يقول أو محمد سعيد والله فيلم رائع ويبين للناس المغيبين قد إيه الإخوان المفروض يفوقوا، وياريت البلد تستثمر راجل زي ده والله خطير. يعني لضيق الوقت لا نستطع استعراض كل الآراء. إليك زين. شكرا جزيلا لك عمر فياض. دكتور علي سليمان أحد المشاهدين أثار فكرة أنه هو ممكن يتم اغتيال الأشخاص التي ظهرت في الفيلم من عقلية من يحركون المواطنين الشرفاء، هل ممكن أن يحدث ذلك؟ يعني أنا بستبعد، بس هم هيبقوا مستهدفين يعني تحت المراقبة بشكل دائم، البحث عنهم جاري. أنا أستبعد فكرة الاغتيالات عموما يعني بالنسبة لأن ده دور انتهى، ده الموضوع انتهى. دي نقطة. النقطة الثانية أنه حقيقة الأمر الآن السلطة ومن يؤيدونها هم لا يخجلون من أي عمل، هم يتحدثون بصراحة وبوضوح، لقد قمنا باستعادة السلطة التي كانت قد اتجهت لتذهب إلى الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، لقد قمنا بعمل انقلاب وأعدنا بناء النظام من جديد. دور المواطنين الشرفاء ما زال شغال لحد دلوقتي، ما انتهاش بقى في هذه الحالة. لا ما انتهاش، طالما هناك تظاهرات وفعاليات في الشارع سيبقى دور المواطنين الشرفاء مستمرا، لأنه لازال الناس بتنزل الشارع. وإذا لم ينزل الناس الشارع هيودوهم فين بقى؟ ده احنا عندنا 500 ألف مواطن شريف. مش مشكلة، ما طول عمرهم موجودين، بيوظفوهم بأشياء أخرى وبطرق أخرى، بيسمح لهم أنهم يمارسوا أعمال خارجة عن القانون، يتاجروا في مخدرات، يفتحوا غرز، يعملوا مش عارف إيه، يبيعوا حاجات، يعني بيشغلوهم بأشياء أخرى وبيغضوا الطرف عنهم. شكرا، شكرا جزيلا للواء عادل سليمان مدير منتدى الحوار الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، حتى ليلة مصرية أخرى وسهرة أخرى، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.